مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج للنشر. تحيه لكم اينما كنتم تشاهدون للنشر في لبنان، في مختلف انحاء العالم وفي العالم العربي اجمع. ننقل لكم للنشر عبر قناتي الجديد وعبر المحطه ال بي سي الفضائيه اللبنانيه. وتحيه لكم ونعدكم بحلقه ساخنه ومواضيع ساخنه، هي مواضيع الساعه في لبنان والعالم العربي. دعونا نتعرف على أبرز عناوينها. الطفل علي فخر الدين ناشدنا إنقاذ عينيه، وللنشر لبى الدعوة. بين موت الطفلة نورة في بلدة كونين ضربا على يد زوجة أبيها وبين النفي، للنشر تقصى الحقائق وإليكم النتيجة. وجهاً لوجه، للنشر يجمع المتطاولين على المقدسات برجال الدين. هكذا وقف نواب البرلمان اللبناني في الصف لانتخاب الرئيس الفرنسي. انتبهوا أيها الأهل، لهذه الأسباب انتحر 15 من أطفالنا. بعدما أوصل للنشر محمود إلى أهله، لماذا رفض الأهل استلامه؟ شد أستاذ الرياضة أذن ابنة مرافق الصحناوي، فرد المرافق بقطع أذن الأستاذ. نانسي عجرم ترد من خلال للنشر على اتهامها بشراء المعجبين على تويتر والفيسبوك. مجدداً أهلاً بكم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة بالمواضيع المقررة، لابد أن أتوقف عند حدث هام يعني كان الأسبوع الماضي وأطلقته الزميلة منى أبو حمزي من قناة ام تي في. طبعاً هي من قناة ام تي في، ولكن هذه الدعوة لا علاقة لها لا به برنامج حديث البلد ولا بقناة ام تي في ولا بأي قناة لبنانية أو عربية أخرى، إنما هو تحرك نابع من إرادة شخصية ومن قناعة شخصية. هذا التحرك هو تحرك مناهض لغلاء المعيشة المتصاعد في لبنان، وما أن انطلق هذا التحرك حتى أطلقت عليه الاتهامات والهجومات بشكل شرس ومن كل حدب وصوب. والتهمة هي أن منى أبو حمزة هي إعلامية ميسورة الحال، فكيف لميسور أن يشعر مع الفقراء؟ وتناسى هؤلاء جميعا أن في كل واحد منا إنسان لا دخل له بوضعه المادي أو المعيشي. وإذا أردنا أيضا نرى أن أكبر جمعيات وأكبر مؤسسات وأكبر مساعدات تصل إلى من هم محتاجين لهذه المساعدات تصل من ناس من أناس ميسوري الحال. فهذا التحرك الذي أطلقته بدأ مع زميلتنا منى أبو حمزي وكان بعنوان أو تحت شعار بكفي. هذا التحرك حتى لو لم يجمع الكثير من الناس المعترضين أو الغاضبين أو اللي عنده النقم كتير كبير على الوضع المعيشي اللي عم بنعيشه نحن، ولكن من أراد لهذا التجمع أن ينتهي عند هذا الحد، نقول له نحن اليوم من هذه الشاشة أن منى هي من بدأت، ونحن مع منى ومع زملاء كثر سنكمل هذا المشوار حتى نوصل صوت من يريد أن يوصل صوته ضد الفقر وضد غلاء المعيشة وضد الذل وضد أي تصرف أو أي قرار أو أي عامل قد يسيء إلى شخصية وإلى كرامة الإنسان في لبنان. نحن سنفتح منابرنا كلها في خدمة إيصال أصواتهم. الصوت الأول انطلق من حديث البلد مع منى أبو حمزي، وسأتلي عليكم كل المنابر التي تبنت هذا الصوت وستعمل على إيصاله، بدءا من الفنان راغب عليمي، الفنانة نجوى كرم، الأستاذ فيصل سلمان، الدكتور جمال فياض، الإعلامية جيزال خوري، الإعلامي جورج صليبي، الإعلامية غادة عيد، والإعلامي جورج إرداحي،
مرورا بالاعلاميه سمر ابو خليل، الاعلامي سعيد غريب، عفوا ما يعني مع حفظ الالقاب، مها شمس الدين، كلود ابو ناضر، جو معلوف، زينه فياض، ريما رحمي، ميراي عيد، ماجي عون، باتريسيا هاشم، خالد اغا، الي احوش، عماد هواري، كاتيا مندلق، مالك مروي، ريبيكا ابو ناضر، ادونيس الخطيب، ريتا حرب، رغدة شلهوب، دارين عبد الصمد، جاد اخوي، احمد قعبور، اسامه الرحباني، المخرج باسم كريستوب، الاستاذ الكبير بيير صادق، جمانة حداد، تانيا صالح، ريما خشيش، كل هؤلاء الزملاء سيطلقون الصوت عاليا من منابرهم، وانا انضم الى هؤلاء الزملاء الليله باطلاق هذا الصوت لنحول هذا التحرك الذي بدأ إلى مؤسسة كاملة متكاملة يستطيع كل شخص في هذا البلد إذا أراد أن يوصل صوته إلى المسؤولين وإلى أي تحرك أن يكون من خلال هذه المنابر الإعلامية للزملاء. مشكورين وشكرا لك منى على هذه المبادرة. نبدأ في حلقات ماضية من برنامج للنشر الطفل المهدد بفقدان بصره علي فخر الدين، والذي كان قد استنجد ببرنامج للنشر لحل مشكلته، ها هو اليوم في خطوة أولى له نحو الخلاص إذا أراد الله، وقد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة نتمنى أن تتكلل بالنجاح. دعونا نتابع هذا التحقيق. في حلقاتنا السابقة عرضنا حالة الطفل علي فخر الدين الذي كان مهددا بالإصابة بالعمى الكلي في حال عدم خضوعه لعملية جراحية دقيقة في عينه. وكما هي العادة فقد كان ظهور علي عبر شاشتنا قد استقطب الاهتمام تباعاً ليجد في النهاية من يتكفل بإنقاذه في اللحظة الأخيرة. معي اتصال من الولايات المتحدة الأمريكية، خليني بس شوف لأنه يبدو بخصوص علي ثاني. ألو، أنا عم بسمعك وفا، بس يا ريت بتقولي لي شو اللي أنا وياكي على الهواء. وفا عم بتقول انه هني رح كجمعيتهم رح يقدروا يساهموا بشكل كتير كبير ويحاولوا بشكل كتير كبير من لايصال علي اذا قدروا للمستشفى اللي بتقدر انه تامن هذا العلاج. نحن جمعيه الالو كلتشر فاونديشن، مهمتنا انه نحول الاعاقه لقدرات. سمعت انه في حاله خاصه بدها اهتمام انه تروح على امريكا، لانه دكاتره هون بلبنان ما بيقدروا يامنوا العلاج المناسب. نحن الجمعيه تقدم التسهيلات المناسبه وريتش اوت لعده دكاتره بامريكا، ودكتور شماس هي از ون اوف ذا دكتورز بامريكا، لانه بيقدر حيقدر يكون يساعدنا بهذا الميشن. كانوا كثير هن مهتمين بهذا الموضوع وقالوا انه في كثير مجال انه يكون في مختصين انه قادرين يقوموا بهذه العمليه. بدي اتشكر مديريه قوى الامن الداخلي اللي ساهمت وساعدت بتسفير علي لبرا، وبدي اتشكر تلفزيون يو تي في برنامج للنشر اللي ضوع هالموضوع هذا، وتشكر توني. بدي اتشكر مدام وفا كنعان اللي اتصلت وحضنتنا وساعدت علي وساهمت بايجاد حكيم ليعالج علي، لانه هون بلبنان كان ما في له علاج. كل اللي بتمناه انه يسافر علي ويرجع انسان طبيعي ويلاقي ناس تحضنه هنيك وتتحنن عليه.
سافر علي إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة والده لإجراء العملية، على أمل أن يعود إلى حضن والدته معافا لينظر إلى الدنيا ببريق جديد في عينيه. طبعا حتى قضية علي من الولايات المتحدة الأمريكية سنتابعها لحظة بلحظة، ونتمنى لعلي الشفاء العاجل وأن يعود من دون أي خطر على بصره أو نظره. وشكر أيضا للأنسة وفاء كنعان التي دائما تقدم المبادرات لمعالجة عدد من الأطفال اللبنانيين اللي عندهم حالات مستعصية أو يصعب معالجتها في لبنان، دائما بتاخذهم على مؤسسات وأماكن في أمريكا للحصول على العلاج. ونتمنى أن نراك يا علي قريبا وأنت في صحة كاملة بإذن الله. من علي ننتقل إلى طفلة أخرى، هي الطفلة نور اللي شاهدت الليلة على معظم نشرات الأخبار خبر هذه الطفلة التي قتلت على يد زوجة أبيها كما يقال، ولكن شو السبب اللي خليكم تشوفوا هذا التقرير على معظم نشرات الأخبار الليلة والليلة بالذات؟ لأنه برنامج للنشر اتحرك من حوالي أسبوع لتقصي حقيقة ما وصل لنا، أن هناك طفلة اسمها نور قتلت ضربا وتعذيبا على يد زوجة أبيها كما قيل، في الوقت أن العائلة تنفي هذا الموضوع نفيا قاطعا. وعندما صدينا في المرة الأولى وفي شكل مستغرب في وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنهم هم دائما سبقون إلى المبادرة لحل المشاكل من دون ما نعرف شو كان السبب، تفاجأنا اليوم الصبح أنه معالي الوزير وائل أبو فعور دعي كل الإعلام لزيارة إذا فينا نسميها ساحة الجريمة والاطلاع على حقيقة الموضوع. ولكن شو هي حقيقة الموضوع؟ هل بالفعل نورة ماتت ضربا وتعذيبا على يد زوجة أبيها؟ دعونا نرى أولا ماذا حدث. وفاة طفلة لا يتجاوز عمرها سنتين في ظروف غامضة. الخبر تناقلته وسائل إعلام إلكترونية ومكتوبة، اتفقت جميعها على تورط زوجة الأب في وفاة الطفلة جراء الضرب المبرح. فريق للنشر سارع إلى بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لتقصي حقيقة ما حدث. البداية كانت في مركز الشؤون الاجتماعية في بنت جبيل للتأكد من المعلومات التي حصلنا عليها من موظفة هناك تدعى زينب، والتي كانت قد أبدت استعدادها التام لتزويدنا بتفاصيل الحادث كونها الأقرب إلى أسرة نورة. بدنا نشوف زينب عباس لو سمحتي. هلا بس يخلص دوامها فيكم تشوفوها. هلا اللي جايين تسالوا عنهم هن ساكنين ببلده كونين. ما انا بس بدي اخذ العنوان، يعني انا مش راح اعمل بس شيء. توصلي على كونين على البلديه ما هي على الشارع الرئيسي بدلوكم. بتصور موضوعكم هونيك مش ببنت جبال. قبل شوي ما كان في داعي للغلط، يعني نحن ما فتنا بكاميرا. انت شايفه انا ما بروح لا بقدم ولا هلا بتتفضلوا حضرتكم باخذ هلا رقصه على بلده كونين مسجل، لانه الحادثه اللي ما بعرف جايين منشان ببلده بس انا عندي بالمؤسسه هون ممنوع. مش مسموح يجي يحكيني بهالطريقه ويقول لي تعابير لا بتلي لا بمؤسسه حكوميه ولا بأي مطرح، لا فيك شخص ولا فيك صحفية ولا بمؤسسة حكومية. أنا فايت عليا سكر الباب ما خلانا نفوت. لكن زينب وبتعليمات من قبل مديرة المركز عادت وتراجعت، ما دفعنا للتواصل مع الوزير وائل أبو فعور عبر الهاتف، حيث قام شخصيا بالاتصال بمديرة المركز ندى بزي طالبا منها التعاون التام مع فريق للنشر.
وبالرغم من اتصال الوزير عمدت المديرة إلى إفادة موظفة أخرى من مركز وزارة الشؤون في بنت جبيل برفقتنا مع تعليمات منها بالاكتفاء بإيصالنا إلى مدخل الفيلا التي يعمل فيها والد نورة كحارس، متجاهلة طلب الوزير بالتعاون الكامل على أن نكتفي نحن بالمعلومات التي يقدمها الوالد. طب رأيك توفت قضاء وقدر؟ ايه. ما برأيك صار حادث؟ لا لا لا، ما حابب تعرف عن جد إذا في حادث ولا لا؟ ما حابب عن جد تتفكر. يا أخي أنا موجود هنا بالبيت، كيف بدي أعرف؟ يعني بدي أعرف منك ولا منه ولا من أي حد من برا يعني؟ أنا موجود، أنا بالبيت. أنت كنت هنا. موجود لما وقعت؟ ايه أنا كنت بالبيت. ايه. وأنا اللي أخذت لا ما كنت يا هون واقف، وأنا حملته وأخذته على المشفى. لا مظبوط، قالوا لنا اجى ضيع. هي الأخصائية قالت إنه أنت كنت ملهوف عليها كثير. يعني شو بالأول وبالتالي بنتي مش إنه بنت حدا تاني، ليش يعني؟ لا بس أقول لك محمد شي، بنت صغيرة لما بتتفركش وبتوقع ما بيصير معها هيك يا محمد. طيب بني آدم هو قاعد هون بالفرشة عم بيموت كمان، ليش إنه ما بيحسبوا هاي؟ بكون معه ضغط يعني، بكون معه قلب، بس هي طفلة عمرها سنة ونص. يعني هلأ العمر سنة ونص ما بيموت يعني؟ القصة التي بدأت بخبر إلكتروني وصلت إلى لغز، فأين الحقيقة؟ ومن المستفيد من التستر على قاتل الطفلة نورة، أو أقله من تسبب بالقتل؟ إذن هذا هو كان التقرير الأول الذي قمنا به، ولكن هناك تقرير آخر هو كان برفقة معالي الوزير أبو فعور إلى المكان. سنتعرف أكثر ماذا حدث وما هي الحقيقة في هذا الموضوع، ولكن أولا دعوني أرحب بدكتور إليم خايل أمين عام المجلس الأعلى للطفولة. مساء الخير دكتور. مساء النور. وأيضا حضرة الزميل الصحفي محمد أبو زيد، وهو من أثار هذه القضية يمكن وأول من كتب عن هذه القضية. أهلا وسهلا فيك محمد. عندك توضيح يلا. اسمح لي بالبداية نوه ببرنامج للنشر وقول أنه علاقة وزارة الشؤون الاجتماعية ببرنامج للنشر علاقة وثيقة، لأنه أكثر. هذا البرنامج أكثر من هيك يلعب دور أساسي كإعلام ليسلط الأضواء على قضايا اجتماعية نحن بحاجة على المستوى الوطني أنه نسلط الضوء عليها لنقدر نعطيها البعد اللازم تنقدر نحلها. اللي صار يمكن من تصرف مديرة المركز كان تصرف حذر، لأنه اعتبرت، أنا وسألتها عن الموضوع قالت لي الطريقة اللي فاتوا فيها الشباب حسيت حالي صبايا مستهدفة مع الكاميرا صبايا يعني يمكن الطريقة اللي انفات فيها، ولكن هذا ما بيخفي انه المركز وبالاخص طيب حتى فيما بعد لما معالي الوزير اعطى تعليماته بالتعاون التام تام. ما كان في تعاون تام، لانه كيف ما فاتت معكم على البيت، ما فاتت على البيت بس وصلت. خليني اقول انه فاطمه عباس المشرفه الاجتماعيه الاساسيه لمركز خدمات الانمائيه هي يلي من اثار الموضوع. مزبوط. هي اللي اتصلت باتحاد حمايه الاحداث، هي اتصلت بمحمد الاعلامي الذي كتب على الموضوع، هي التي اتصلت، هي اللي اتصلت وعملت كل الاتصالات اليوم هي بالحوار، خبرتنا كل الوقائع. وهون تحية إلى هذا الموظف في مركز خدمات المائية وإلى كل مهني عامل له ضمير أخلاقي ومهني بيبلغ، خاصة أنه القانون اللبناني الحالي بيقول أنه كل مهني بيبلغ ترفع عنه السرية المهنية. ففي واجب، أنا بدي أخذ هذه الحادثة وأخذ برنامج للنشر وأقول أنه كل مواطن وكل طفل كل مواطن. ماذا ثبت لكم دكتور؟ حتى الساعة إذا بدك الموضوع في عهدة القضاء وصفته بشكل جيد، بعض المؤشرات يلي متداولة توحي أنه هناك عنف مورس على الطفلة. الأب بيقول أكيد مثل ما سمعنا، المدعي العام اللي وضع ايده على النائب العام اللي وضع ايده على قضيه ادعت على الاب وعلى الام زوجة على الخاله يلي هي زوجة الام
وحولتها زوجة الأب وحولتها على القاضي المنفرد، حيث اليوم الوزير أبو فاعور زار هذا القاضي المنفرد ليأكد على أهمية التسريع بالتحقيقات، وليقول أنه الدولة اللبنانية حاضرة بشخص قيادي سياسي تحولت بسرعة أولوياته لهالقضية وانتقل على بنت جبيل، ليقول أنه الدولة اللبنانية موجودة، المجلس الأعلى للطفولة يلي هو المرجعية الوطنية موجودة. طيب هل هي موقوفة الخالي أوقفت أو لم لأنه إذا بدك بالخطاب القضائي لم تثبت بعد، يعني عملية التحقيقات دائرة، لا يوجد بعد بالتحقيقات ما يشير إلى أنه الطفلة قضت عمدا جراء اعتداء عنفي عليها. فبالتالي نحن اليوم بهالتحرك اللي قام فيه الوزير أبو فاعور ليواكب هذا الموضوع وليقول أنه المراقبة والعين التي اللبنانية كلها مسلطة لأنه التحقيق ما ينحرف ويكون فعلا يوصل على الحقيقة المبتغيات حفاظا على حق الطفل. محمد، كيف أنت أثرت الموضوع؟ كيف وصلتك المعلومات؟ وصلتني معلومات من مصدر معين ما بدي أذكر اسمه، رغم أنه هو ذكر اسم ما بدي أكد الاسم اللي ذكره. وصلتني معلومات بتقول أنه في صار إهمال تجاه طفلة معينة كانت مضروبة، عندها سوء تغذية واضح جدا. الطفلة كان عمرها سنة ونص، كان وزنها 7 كيلو تقديريا، 7 كيلو بتعاني من حالة مجاعة، ما في أكل، ما في تغذية نهائيا. هذا المصدر أثار الموضوع أول مرة. بلكي نتيجة فقر وليست نتيجة تعذيب أو ضرب. مش ضروري تعذيب، بس كان في إهمال شديد. حتى بالتقرير الشرعي مكتوب أنه البنت تعاني من إهمال حاد جدا في صحة البيبي، صحة الطفل يعني. بالإضافة لهيك المصدر اللي عندي أثار الموضوع بالبدايته، بس إهمال كتير أشخاص بموقع المسؤولية. بتخيل بالإضافة ل كيف بدي أقول لك، بالإضافة لأم زوجة الأب اللي ما تعاطت بالموضوع بحنية وب... طيب. أنت بتعتبر أنه نورة قضت قتلا أو قضت إهمالا؟ أنا مش موقع اتهام، بس أكيد انت اثرت موضوع، اثرت موضوع تستقصي الحقائق، اثرت موضوع انا حتى يتحرك القضاء والتحقيق بهذا الاتجاه. انا اؤكد انه في اهمال 90%. طيب معنا قبل ما ننتقل للروبورتاج اللي صار اليوم برفقه معالي الوزير، معنا والد الطفله نوره على الهاتف. مساء الخير. اهلا. مساء النور محمد الشيخ علي. مساء الخير. بالضبط. هذه القضية أثيرت بشكل كبير الليلة على وسائل الإعلام كافة، وهناك اتهام تقريبا بشكل مباشر أو غير مباشر أن زوجتك هي من ساهم بشكل مباشر أيضا أو غير مباشر بمقتل طفلتك نورة. استاذني البنت يعني لما جت من سوريا بعد ما هي. أنت سوري ولا لبناني؟ سوري. انت سوري وزوجتك الثانيه سوريه كمان؟ سوريه كمان. نعم تفضل. يعني ما بيتجوز عمرها 7-8 شهور. اوكي. بعد عم ترضى على صدر امها لما جبناها من هناك. نعم. اجت لهون يعني بعد اعطيناها حليب، اعطيناها يعني ما عم بيوافقها الاكل، وبعدها من هي بسوريا هناك كانت مريضه الطفله. كانت عم ترضع من صدر امها يعني من مرة ومرة. لحظة كانت عم ترضع من صدر امها الحقيقية يعني. ايه. طيب وانت انتزعتها من امها وجبتها لهون؟ في سو انه في مشكلة شخصية. طيب مشكلة شخصية بتدفع البنت ثمنها يعني، انك شلت طفلة عن صدر امها وجبتها حطيتها ببيت عم بيقولوا في سوء تغذية وفي سوء اهتمام يعني. يعني هي بحد ذاتها جريمة يعني. اما فلت يعني مش انا كنت طول موجود وهي بسوريا تركت. نعم. الاولاد عند. نعم. اهلي يعني بي وامي كبار ما في الا يوم بخدمه. طيب اضطريت انه اجيب لهون. طيب لماذا يعني ليش راحت الاتهامات كلها باتجاه زوجتك انه هي من تسبب بمقتل هذه الطفله؟ يعني ليش راحت الاتهامات بهذا الاتجاه؟ ليش انه ليش بده يكون في هذا الشك؟ شو اللي خلى هذا الشك وارد؟ يعني اكيد كان في سوء معامله. في حكي بالموضوع استاذ صار سوء معامله كيف يعني؟
يعني في سوء معاملة من زوجتك لبنتك، يعني يا كانت تضربها يا كانت تعاملها بشكل سيء، يعني كل الناس أجمعت أو شبه أجمعت أنه نتيجة معاملة زوجتك لطفلتك هي اللي أدت إلى مقتلها ووفاتها. لا لا أبدا أستاذ طوني، أنا لأنه بالبيت موجود مش برات البيت، يعني موجود مع أولادي كمان. طيب هل زوجتك كانت تضرب الأولاد؟ لا أبدا. طيب والصور اللي بنمتلكها نحن عن التورم اللي موجود كان على الطفلة وعلى الأولاد حتى الأخوات. اللي أكبر منها بالبيت، هذا التورم ناتج عن شو وأثار الضرب ناتج عن شو؟ كمان قضاء وقدر؟ أستاذ طاني ضرب ما في أي أبدا، يعني التورم اللي موجود على الأطفال على وعلى الأولاد وعلى بنت الصغيرة وعلى غيرها كمان على خياتها، هذا التورم ناتج من شو وأثار الضرب والتعنيف ناتج عن شو؟ شو سببه؟ في صور بهيدا الموضوع، في صور استاذ. طيب ولد بيلعب بيوقع كذا، يعني بصير هيك ولا لا؟ على كل انا راح اتشكر اتصالك، والقضاء هو من سيقرر صحيح. في هذا الموضوع ان شاء الله يكون قضاء وقدر، نحن ما بنتمنى ابدا انه نوضع امام هكذا موقف. واذا عندنا نحن هاجس هلا كمان في تدابير رح نتخذها لضروره حمايه الفتيات المتبقيات بالمنزل. نعم. معه تقدر بنها هلا يعني بناتها ولا هلا قاعدين مع الام هن، بس هي امهم ولا هلا قاعدين معه احنا معه بالبيت موجودين. نعم. فنحن بدنا نتاكد، وفي تعليمات اعطاها الوزير ابو فاعور لبدنا نتاكد من سلامه الاطفال الموجود المتبقيات. نعم. ورح ناخذ كل التدابير. طيب. خلينا بس هذا اللي تفضل. احد وحده من اخوات لنوره الله يرحمها هي اللي ذكرت انه البنت تعرضت لضربه من زوجة الباي. مين اللي ذكر هالشيء؟ وحده من الاطفال، وحده من الخيات، من الخيات لهن كلهم منهم اولاد. هذه يعني لا بس وحده في بس في وحده بس. هذه كان وضعها كثير منيح، هذا الطفل كان وضعها كثير منيح ولا تعاني من سوء تغذيه. نعم. ولا من اي مشاكل ثانيه ولا من ضرب، بس خمس بنات اللي هن من زوجة من الاب هن اللي متعرضين للضرب والتعنيف بشكل كثير كبير. اولادها هي مش متعرضين، لا بنتها بس وحيده مش متعرضه لاي سوء. طيب. تغذيه. خلينا نشوف معالي وزير الشؤون الاجتماعيه الاستاذ وائل ابو فاعور ماذا فعل اليوم في المنطقه، زار المنطقه وزار العائله يمكن على ما اظن، زار مركز الشؤون ومركز الشؤون والطبع. خلينا نشوف شو صار بعد ما تعرضنا نحن الى نوع من الطرد بالبدايه. بلا في زوج المسؤوله بالمركز حكي بكلام كثير قاسي وكثير سيء، زوج لمديره المركز الدكتور متعاقد على فكره ما بحق له يحكي ضد حكي مع فريق العمل بطريقه سيئه جدا، وبطريقه وحتى هلا عم بيقولوا لي يعني استعمل انه هدد وقال رح امسح الارض فيكم لفريق عمل النشر، وكان معنا صبايا يعني بالفريق العمل يعني يعني هيدا يعني جانب اخر، طريقه تعامل هيدا كمان هيدا كمان مع الوسيله الاعلاميه ما له علاقه. وسمعنا بالصوت هيدا موضوع يعالج لاحقا، ولكن نحن طبعا معالي الوزير تدخل بشكل كثير كبير اكيد ما راح يقبل بهذا الموضوع، وانا بعرف يعني ما يعني شهادتنا مجروحه فيه لازمه بس مفروض كمان يعرف ماذا يدور في خفايا وكواليس بعض المراكز. دعونا نتوقف عند هذا التقرير. تتطلب أكثر من مجرد تصريحات، ولأننا نتعامل اليوم مع وزراء يلتزمون بما يقولون، لم يقف الوزير وائل أبو فاعور عند حدود نغمة التنديد التي كنا قد تعودنا سماعها من كل مسؤول بعد كل حادث. فبعد إبلاغ فريق للنشر الوزير أبو فاعور بما تعرض له من إساءة في مركز الشؤون الاجتماعية في بنت جبيل خلال تحقيقه في وفاة الطفلة نورة ذات العام والنصف، قرر الوزير اتخاذ خطوات جدية لمعرفة كافة ملابسات حادث وفاة نورة. البداية كانت مع زيارة لمركز وزارة الشؤون في بنت جبيل، حيث جرى عقد جلسة خاصة واستدعاء المعنيين.
الوزير الذي أكد أن الإساءة للأطفال هي خط أحمر توجه إلى قاضي التحقيق شادي زرزور ليتخذ صفة الادعاء الشخصي وفتح تحقيق جديد، في إشارة واضحة إلى أن أي إساءة لأي طفل هي إساءة شخصية له. جراء ما حدث غيرت كل جدول أعمالي وألغيت مواعيدي وجيت بزيارة مش تفقدية لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه الزيارة مخصصة بشكل محدد لمعالجة هذه القضية التي برجع بقول مسؤولية الدولة، مسؤولية الوزارة، مسؤولية المجلس العالي للطفولة، مسؤولية القضاء اللبناني، جمعيات حماية الأحداث، قضاة الأحداث. لا يجوز أن تحصل هكذا حالات ونبقى نحن ننتظر أو نتكل بأن هناك تحقيقات. أولا سنتقدم بالإدعاء، ثانيا سنزود التحقيق بكل ما يحتاجه من قبلنا كوزارة الشؤون الاجتماعية وموظفين الوزارة كلهم بتصرف القضاء في هذا الأمر، وكل ما يحتاجه الأمر سنسير فيه. يجب كشف هذا الموضوع، وأنا بتشكركم أنتم شركاء في هذا العمل الاجتماعي. بس يا ريت استاذ ميلاد ترجع بترد لي اخر صوره بالروبورتاج، لانه اللي عليها فلاش على شفافها للبنت اخر صوره اللي وقف. ايوه هيها، بس يا ريت تعطينا هيدا هو بس محمد، هيدا هو التورم اللي بتقصدوه؟ هذا تورم، هيدا واضحه، هيدا نتيجه ضرب ولا نتيجه امور صحيه؟ هلا المعلومات اللي وصلتني انه هيدا نتيجه ضرب، نتيجه ضرب يعني. بالاضافه اذا فيك تكون ماده اساسيه نعم لتكوين الملف، يعني مش بس هيدا الصوره، بالاضافه لهالصوره كل المواد اللازمه نعم رح يزود فيها القاضي المنفرد، وهذا كان الوعد. في 4 أو 5 صور مبين الجروح على وجوه البنات كمان، كلهم واضحين انه مبين انه ضرب، وهودي الصور اخذتهم المرشده الاجتماعيه بقلب مركز الخدمات الانمائيه، معناتها انه طلعت بدوره بشكل جيد وعملي. لا بالعكس، يجب التنويه دائما بهؤلاء الاشخاص يلي بياخذوا على عاتقهم وبيعملوا بجراه شغلهم. هاي امثله، احنا ما عندنا شغل، انا بقول لك يعني لكل مهنة توني، يمكن مع احترامي لكل الوزراء السابقين اللي كانوا كمان عم بيقوموا بواجباتهم صحيح بشكل كتير كبير، ولكن تحديدا معالي الوزير ابو فعور يعني اذا بدك غير المعادله بالزكتة تماما، وكان ما في حادثه الا ما بيكون شخصيا على الارض عم بيتبعها من الالف للياء. بس هيدا كمان ما فينا ننكر انه دائما بيكون في حالات شاذه ببعض الامور، يجب ان بالتصرف ونحن عنا اياها كانت موثقه. على امل ان نصل الى الحقيقه باسرع وقت ممكن. انا بدي اتشكرك محمد، وان شاء الله كمان يعني الله يقويك وتضلك بهالهمه وتسلط الضوء على ان شاء الله أمور حتابع الموضوع كمان وناس، ورح نتابعه حتى النهايه باذن الله. كان بس في سؤال قبل ما انهي، لانه كثير الناس بتسال واجاني كمان رسائل على تليفوني انه هذه عائله سوريه ما علاقه وزاره الشؤون الاجتماعيه بها، يعني انه ليه وزاره الشؤون الاجتماعيه بده يكون لها مسؤوليه تجاه عائله منا لبنانيه، يعني الاب سوري والام سوريه؟ لانه المجلس الاعلى للطفوله المسؤول عن اتفاقيه حقوق الطفل، نعم اتفاقيه حقوق الطفل تنظر الى كل طفل على الاراضي اللبنانيه بشكل عدم تمييز، يعني اي شو طفل ما من اي جنسيه موجود على الاراضي اللبنانيه هو بيكون تحت رعايه ولايه المجلس الاعلى للطفوله. نعم. بدي اتشكركم. ما هو التالي ونتابع للنشر في حلقة الليلة؟ وجها لوجه للنشر يجمع المتطاولين على المقدسات برجال الدين. هكذا وقف نواب البرلمان اللبناني في الصف لانتخاب الرئيس الفرنسي. انتبهوا أيها الأهل، لهذه الأسباب انتحر 15 من أطفالنا. بعدما أوصل للنشر محمود إلى أهله، لماذا رفض الأهل استلامه؟ شد أستاذ الرياضة أذن ابنة المرافق، فرد المرافق بقطع أذن الأستاذ. نانسي عجرم ترد من خلال للنشر على اتهامها بشراء المعجبين على تويتر والفيسبوك. مجدد
مجددا نحييكم عبر قناة الجديد وعبر الفضائية اللبنانية LBC في كل أقطار العالم. نوابنا في لبنان وفي بلدهم يتقاتلون، يشتمون بعضهم البعض، مرافقوهم يطلقون النار أو يؤدبون المارة ومواطنيهم. كل هذا يحصل في هذا البلد الذي اسمه لبنان مع سياسيين انتخبهم الشعب لكي يمثلوهم. ولكن الحقيقة المضحكة جدا جدا جدا، لو رأيتموهم كيف كانوا واقفين بالصف على باب السفارة الفرنسية لينتخب النواب اللبنانيون رئيسهم الفرنسي. في باحة السفارة الفرنسية في بيروت نواب لبنانيون من حملة الجنسية الفرنسية. من 14/8 اجتمعوا، وقفوا في الصف وصوتوا لاختيار رئيس الجمهورية الفرنسية. حامل الجنسية الفرنسية من سنة 1975. في علاقات قديمة قديمة كتير بين عائلتي، بين بيتنا والفرنسيين. مع الجنسية الفرنسية من تقريبا شي 15 سنة بحكم الزواج من مرتي لأنه فرنسوية. الملك لويس السادس عشر عين جد 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 بي أنصل فرنسا في بيروت. في لبنان الكثير من السياسيين يحملون جنسيات أجنبية. رصدنا 15 من زعمائنا الفرنسيين إذا جاز التعبير. منهم من جاهر أمام الكاميرا بإقدامه على الاقتراع لاختيار رئيس دولته الثانية، ومنهم من فضل عدم التعليق، ما قد يطرح العديد من التساؤلات. النائب أنري حلو قال لنا في اتصال هاتفي: لا بقول صوتت ولا بقول ما صوتت، فضل معلق. أما النائب ألا عون فقد طلب مهلة تيفكر قبل الرد ليتعذر الاتصال به لاحقاً. النائب عاطف مجدلان اعتبر أن الانتخابات الفرنسية ليست موضوعاً يستحق تسليط الضوء عليه، والأجدر بنا أن نهتم بشؤون المواطن، مؤكداً أنه لم يشارك بالتصويت، فيما كانت صحيفة النهار قد نقلت عنه رغبته في المشاركة بالدورة الثانية من الانتخابات. للنائب مروان حميدي وجهة نظر مختلفة، فهو صوت ومرتاح جداً للنتيجة، ولكن يفضل عدم الحديث أمام الكاميرا. زلت انتخبت للانتخابات الرئاسية، وقريباً عنا كمان انتخابات تشريعية نيابية. انتخبوا؟ خليه ينتخبوا هون قبل. من وقت اللي صرت نايب ما عدت استعملت الباسبور الفرنسي. هيدا حق فرنسا علي أن يكون عم ساهم كمواطن فرنسي باستحقاقاتها الدستورية. هو ما بيعرف أن اللبنانية أساسا. الواحد إذا كان معه جنسية فرنسية ومارسها وصوت كذا، ممكن يكون له تأثيره بحركة السياسة ببلاده. ما في شيء رح يتغير، هي ذاتها نفس الشيء. احتراما للناس اللي هن انتخبوني، بعتقد أنه عدم استعمال الباسبور الفرنسي بكون احترام لألون. نحن فرنسا أمنا الحنونة، بقى منحن لها، منروح هيك نتعاطف معهم. أنا انتخبت لنيكولا ساركوزي بفرنسا، وكل عالم تعرف أول شيء مدامتي ناشطة بالحزب يلي بيترأسه نيكولا ساركوزي، ممثلة الحزب هون بلبنان. يعني عندهم ولا يمكن لفرنسا أكثر من لبنان، هذا رأيي. هلا بكرة بتقولي لي في حرب بين لبنان وفرنسا، أكيد أنا مع لبنان وبحمل بارودي، ما عندي إشكال يعني بهذا الموضوع. المفروض فيه إنه يستعمل هوية واحدة، هي الهوية اللبنانية والباسبور اللبناني. شيء معيب هيدا، يعني النواب بيمثلوا شعب اللبناني ونحن منروح مننتخبهم وهن بينتخبوا لبلاد تانية، يعني منبعين هيدولي. مسخرة، بس كلمة واحدة، مسخرة. يبدو أن نوابنا لا يتقاعسون أبداً عن ممارسة حقوقهم المدنية، على أمل أن يسارعوا لإتمام واجباتهم تجاه مصلحة الشعب اللبناني. تصريح معروف، واللي عطى التراخيص الوزير رجع عدلي واللي هو كان موالي لكم. يا مروان أنا بطلب أنه ينشر، بدو ينرد علينا بهالطريقة، نحن ما رح نسكت.
يا مروان ولا انا رح اسكت. لا 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 لحظه يا صوت الرئيس. لحظه اذا بتريد ما رح نسمح هيك. لحظه بتريد ما عم خلوني اسمع. انا في كرامات اذا بتريدوا كيف بيسمع بده يطبق على الكل. احترموا انتوا الكرامات. ما انت بدك تحترم. احترم انت الكرامات. احترم الكرامات يا شباب. يا ابراهيم بكفي. لا لا مش لازم. ابراهيم تشبيح وبلطجي يا شباب. مروان. كل الوقت عم تشبحوا وتبلطجوا. يا خي مروان يا خي مروان اسمعني انا اسمعني انا بشرف. مروان انت الغلطت وانت البلشت. وقف مروان وقفوا. ما بدي روق اكرم. مبروق انا. لا مبروق انا ما بدلي انت مبروق. ما بدلي روق. كل الناس بتعرف مستر حمادي من هو. لا لا كل الناس بتعرف مستر حمادي من هو. لعيب الشوم عفاكم عفاكم. معودين يقفوا بالصف يمكن هاي هاي المشكلة. بس كمان في جملة قالها الأستاذ سيمون أبي رميا طبعا في صداقة ومعزي نحترمه. قال كلمة كتير مهمة إنه إذا صار حرب بين لبنان وبين فرنسا أنا أكيد بحمل السلاح مع لبنان ضد فرنسا. بتصور هذه الجملة بالذات ممكن الحكومة الفرنسية تسحب جواز السفر الفرنسي من النائب سيمون أبي رميا على هذه الجملة بالذات. لأنه نحن للأسف يعني ما رح اقول لك للاسف هون شو في بقول لك. ليش الناس بتفتخر بدولها؟ لانه بفرنسا لما انسان بيكون ولائه اكثر لدوله اخرى كما دول اخرى تانية تفضل هذه الدوله انه ما يكون هذا الشخص يمثل او يحمل جواز سفرها. حتى هلا على هذه الجمله انا كنت عم فكر حتى شيلها بالمونتاج ولكن بس تركناها تما نكون عم بنغير ب يعني لانه هيدا قرار ولاء لبناني للاستاذ ابي رميا على حساب جنسيته الفرنسية. لهالسبب تركناها. بس ممكن الحكومة الفرنسية انه تسحب الجواز او يكون في نوع من هذا النوع لانه اي شخص يعطي اولوية لدولة اخرى على حساب دولته لانه هو يعتبر مواطن فرنسي. ما بعرف هذا الموضوع كيف سيعالج. رح ننتقل لموضوع اخر هذه المرة إلى الجزائر. سننتقل مع قضية شغلت الرأي العام الأسبوع الماضي وكانت قضية للأسف مؤلمة جدا وهو انتحار حوالي 15 طفلا بسبب فيلم كرتوني كانوا عم بيشاهدوا. فقديما سمعنا بطفل أو أكثر قاموا برمي أنفسهم من الأسطح أو شرفات المنازل وهم يقومون بتقليد الرجل الطائر سوبرمان الذي انتشرت صوره في المجلات وفي الأفلام والمسلسلات. اليوم نحن أمام قضية انتحار 15 ولدا في الجزائر وحدها تقليد لأحداث مسلسل المحقق كونان. وقبل أن نتحقق هل هناك حالات أخرى في أماكن أخرى نسأل هل يحق لمؤسسات إعلامية أن تعرض هكذا برامج على شاشاتنا وبمتناول صغارنا دون أن تقدر العواقب؟ قبل أن ننتقل مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى الجزائر لنرى ماذا حصل مع هذه الأطفال مع هؤلاء الأطفال وما إذا كانت هذه المسلسلات تعرض أيضا في دول عربية أخرى دعونا نرى هذا التقرير. ما عهدناه هو أن تقدم البرامج الكرتونية للأطفال مزيجاً يجمع التسلية بالفائدة والتعليم. أما أن ينتحر 15 طفلاً بسبب مسلسل كرتوني معروف عربياً باسم المحقق كونان فلابد أن يفتح هذا الأمر الأعين على قضية لم نسلط الضوء عليها سوى بخجل. إنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها الأطفال في فخ تقليد المشاهد الخطيرة في برامج يفترض أنها تخاطب قدرات الأطفال بينما لا يمت مضمونها للطفولة بأي صلة. بحضر كونان. بحضر على سبيس باور. شرب الجزء السابع. تعلم كيف حل الجرائم. بحضر كونان. صلي شي ستين بحضر. صلي ستين ونص بحضر كونان. شو ثلاث سنين؟ لا ولا مرة جربت قلته. ولا مرة جربت قلته. ما في شيء ممنيح بذكي وبيكشف جرائم. بستفيد منه أنه ما بستسلم عن شيء. ضلني أحاول ليزب لاقي الحال.
نحب كون تكون مثل زكي. عندي اخو صغار خلوني احضره كمان. ممكن عالته ممكن تصير لك. هذا ما تقدمه بعض برامج الأطفال عندنا، برامج مليئة بجرائم السرقة، الخطف، القتل والانتحار. فهل نطمئن بعد الآن إلى انصراف أطفالنا للبرامج الكرتونية للراحة من مشاكساتهم؟ ننتقل مباشرة إلى الجزائر العاصمة مع الصحفي محمد شماني، وهو الذي سيطلعنا تفصيلا على ما حدث في الجزائر وكيف قضى هؤلاء الأطفال. وسيكون أيضا معنا من داخل الاستوديو في بيروت الدكتور أحمد عويني، وهو مرشد تربوي. مساء الخير دكتور. دعونا ننتقل مباشرة إلى الجزائر مع زميلنا الصحفي محمد شماني. مساء الخير محمد. مساء الخير من الجزائر. محمد، نحن الآن بصدد معرفة ما هي الأمور أو ما هو الأمر الذي حدث فعليا في الجزائر وأدى إلى انتحار هؤلاء الأطفال بفترة متقاربة، زمنية متقاربة، ولماذا تحديدا في الجزائر دون مناطق أخرى في بلدان أخرى؟ أولا ينبغي أن نقف عند أن هذا أن ما يحدث حاليا في الجزائر هو ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، لأن الجزائر في حوالي السنتين الأخيرتين تعرف أصلا انتشار لظاهرة انتحار الأطفال بكثرة، لكن أن يكون السبب هو رسوم متحركة بالدرجة الأولى هو ما لم يكن في الحسبان أصلا. وبذلك يمكن أن نقول أن هذه الظاهرة هي ظاهرة دخيلة، لكن أن تصل إلى أن شبابنا وأطفالنا من 11 سنة إلى 14 سنة ينتحرون بسبب المفتش كونان أو بسبب رسوم متحركة أخرى، فتلك هي الطامة الكبرى، هي الطامة التي يجب أن نقف عندها، نقف عندها بالتحليل، بالتساؤل، بالدراسة أيضا حتى نعرف ما هي الأسباب الخفية. معلوم ومتعارف عليه أنه مثل هذه الرسوم المتحركة التي تعرض حاليا على شكلة المفتش كونان تقدم عنف ب60% زيادة عن البرامج الموجهة للكبار، وتلك هي ولكن التناقض الكبير. ولكن محمد خلال يعني جولة يعني خلال جولتك الميدانية واطلاعك واتصالك مع أهل الضحايا الأطفال، هل لديك تصور عن طريقة الانتحار التي تمت؟ إنه كيف انتحر هؤلاء الأطفال، بأي طريقة، وما علاقة طريقة الانتحار بالمفتش كونان تحديدا؟ يعني نعم تخيل أنه طفل في تيزي وزو شاهد انتحار المفتش كونان أو أحد أبطال سلسلة المفتش كونان، شاهده وهو ينتحر ليعود بعدها إلى الحياة بأكثر سعادة. وبذلك حاول أن يقلد الطفل من تيزي وزو من إحدى القرى، وهو الغريب في الأمر أنه تقريبا ما يحدث حاليا يحدث في قرى، في المناطق المعزولة، في المناطق النائية. حاول أن يقلد تلك الشخصية في مفتش كونان، والنهاية كانت أنه قام بخنق نفسه من خلال حزام لباس الكاراتيه، وهو ما أخذه عن سلسلة الرسوم المتحركة. يعني هو شاهد ما فعله بطل سلسلة الرسوم المتحركة وقام بتنفيذه، والدليل على ذلك هو أنه تغير في معاملاته، في سلوكاته على مستوى المدرسة أين يدرس، بشهادة مدير المدرسة وبشهادة حتى معلم الطفل الضحية، الذي قال بالمناسبة أن الطفل تغير جذريا إلى درجة أنه أصبح يحرص على أن يلبس في الصباح شيء وفي المساء شيء آخر، أصبح حتى أنه بشهادة المعلم أيضا ابتلع قريصة، وهي التي تستعمل في الحساب، في مادة الحساب، وبعدها أخرج القريصة، وكان وربما هو الأمر الذي شجعه لأن يبادر بتقليد شخصية الرسوم المتحركة المفتش كونان. طيب يقال والنهاية كانت أنه خنق نفسه في شجرة. نعم، يقال محمد أن هذه المجموعة من الرسوم المتحركة هي تحتل المراتب الأولى في أوروبا وتحديدا في فرنسا، يعني ولا أعتقد أنه يسمح بعرض أمور مماثلة في دول أوروبية أو دول متقدمة قد يكون في داخلها أو في محتواها أي تأثير سلبي على شخصية الأطفال. فهل ممكن أن تكون هناك نسخ
مزورة أو معدة خصيصا يعني فيها يعني ممرر فيها أشياء لأذية الأطفال في مجتمعاتنا مثلا؟ لأنه لا يمكن يعني لا يمكن لفيلم كرتوني أو لفيلم موجه للأطفال أن يكون فيه شخص ينتحر ويعود إلى الحياة بسعادة أفضل، يعني شيء مستغرب بهذا الموضوع. نعم نعم، لا الغريب أنه الطفل العربي عموما يتلقى السموم التي لا يتلقاها الطفل الأوروبي، لأنه فيه نسخ موجهة مباشرة إلى عالمنا العربي للأسف. بالنسبة للمفتش قونان أو حتى رسومات أخرى، حتى سلسلات أخرى، هي تقدم نماذج معينة للطفل العربي، نماذج تدعوه أو تشجعه على الانتحار، تشجعه على استهلاك المخدرات، تشجعه على الدخول في علاقات عاطفية. تخيل أنه طفل في سن 11 سنة يدخل في علاقة عاطفية لأنه شاهد أنه في الرسوم المتحركة كل شيء مباح. هو الطفل لا يفرق بين الخيال وبين الواقع، لذلك تجد أن مثل هذه الأعمال المبرمجة والبرامج التي تقدم للطفل هي تخاطب خياله في ظل وهو ما يجب أن نؤكد عليه، في ظل غياب الأسرة العربية أيضا، لأنه حتى الآباء وحتى الأمهات حاليا لا يتابعون ما الذي يقوم به الطفل الذي يتوجه إلى المدرسة ويعود من المدرسة وهو لا يحمل زادا فكريا، يتجه مباشرة إلى التلفزة يتابع عشرات القنوات التي أضحت تقدم على الساتل تقدم له برامج خاصة به، وهي برامج التي للأسف تدعو للعنف، تدعو محمد للانتحار. يعني محمد سؤال في الجزائر في نعم سؤال أخير، في بداية حديثنا معك تطرقت إلى موضوع مهم، وهو أن ظاهرة انتحار الأطفال في الجزائر، أو الجزائر تعاني من ظاهرة انتحار الأطفال، ولكنها للمرة الأولى يكون السبب فيلم كرتوني. ما هو سبب ظاهرة انتحار الأطفال بكثرة في الجزائر؟ يعني ما الذي يدفع الأطفال إلى الانتحار بالجزائر بهذه الكثرة؟ أولاً هي طبيعة المجتمع الذي لا يستمع للطفل، الطفل الذي يعاني من القهر الاجتماعي، الطفل الذي هو ضحية للمنظومة التربوية حالياً في الجزائر، منظومة تربوية ترهقه، منظومة تربوية لا تقدم له برامج الراحة، بالمقابل تقدم له كماً معرفياً ثقيلاً جداً ودسماً على الطفل. أنا أعتقد أنه حتى الكبار لا يقدرون على تحمل ما يقدم حالياً في وزارة التربية في النماذج التربوية للطفل، وهو الغريب. بالمقابل هنالك برامج للأسف تافهة لا تقوم بتربية وبتهذيب الطفل، الطفل يجد نفسه في النهاية بين المطرقة والسندان، بين مطرقة البرامج التربوية التي تقدم له على مستوى المدرسي، وبين مطرقة أو سندان البرامج التلفزيونية التي للأسف تضحك على ذقون الطفل في النهاية. الصحافي الزميل محمد شماني مباشرة من الجزائر العاصمة، شكرا لك وعلى إطلالتك هذا وعلى هذه المعلومات التي أفدتنا بها، شكرا لك. دكتور أحمد عويني، ما رأيك بما سمعت، وشو هن الأسباب اللي بتخلي أطفالنا أنه ينتحروا إذا حضروا فيلم كرتوني؟ وليش موجودة أصلا هالأفلام بمتناول أو تعرض على قنوات معينة؟ الظاهر هو للأفلام عم بيصوروا الموت والانتحار مش كموت حقيقي، يعني هن الأطفال مش مفهوم لقلهم شو القصة، هن فكرهم أنه عم بيختفوا عم بيموتوا، هاي مبدأ الموت مش واضح لقلهم، وعم بيرجعوا أحسن، فهني ما بدهم يموتوا لأنهم مكتئبين أو عندهم هالإشي، هني ما عم بيجربوا ينتحروا حسب ما عم بفهم، هني بدهم يرجعوا بشكل هني عم بيقلدوا المفتش قنن. بس ومثل أنا السؤال أستاذ محمد إنه ما عم بيقدروا يفصلوا بين الحقيقة والواقع، إنه شو بدها، هي منموت وبنرجع بعدين. طيب هذا السؤال إنه كيف لي أفلام موجهة للأطفال إنه تتضمن هيك معنى، يعني إنه كيف أنت بتفرجي فيلم للطفل إنه تنتحر وبترجع على الحياة سعيد أكثر؟ يعني أنه صحيح، هي المشكلة أنه هي ما بتأثر على عدد كبير من الناس، بتأثر على ناس عندهم استعداد لحتى يتفاعلوا مع هالشي. يعني إذا شخص عنده مثلا مشكلة نفسية مثل انفصام شخصية سكيزوفرينيا، يمكن يقرأ بأي برنامج أنه رسالة تولوا ولادك تولوا كذا، يعني اليوم ممكن تصير. أي طفل موجود، يعني لا أنا ما عم بحكي عن طفل، عم بحكي عن شخص الأطفال. عنده مرض، يعني اليوم أنا عم بحكي على الأطفال، بس الطفل ممكن يكون عنده ولادنا. مرض بضلوا قاعدين قدام التلفزيون عم بيحضروا محطات كلها بتقدم رسوم كرتونية أجنبية. بس خليني أوضح فكرتي، اللي هي أنه الإنسان اللي مضطرب من جوا هو بيقرأ أشياء، بيصير في يعني projection، بشوف اشياء منا موجوده. هلا هول الاطفال مثل ما ذكر ببيئه كثير معينه
كثير يمكن فيها ضغط، فيها إلى خصوصياتها. وهذا الكرتونز اللي هو أصله ياباني، واليابان كمان من أكثر الدول بالعالم اللي فيها انتحار للأولاد، ولأنهم عندهم كثير ضغط كمان يدرس وهالإشياء كلها، فيعني مش صدفة هاي، بس هي للأسف هذا الشيء صار هنيك. فأنا ما عم دافع عن أبدا على هذا الموضوع، وعم بقول إنه يمكن لما نستورد شيء من الخارج ما بيلائم بيئتنا، وفي البعض بده يدفع الثمن. فمشان هيك يلي قيمين على هيك المنتجين أو يلي أصحاب المحطات التلفزيون اللي بدهم يعرضوه، لازم يستشيروا ناس بمجال علم النفس الأطفال لحتى يشوفوا إذا هالشي ملائم ولا لا، بده يكون في ريتنج على هيك. بالتالي كمان أنا برأيي لازم الأهل بفترة معينة يبقوا مع أطفالهم عند مشاهدة هيك، دايما بنحكي فيها هيك برامج طبيعي. وهيك أفلام يشوفوا شو فيها، لأنه نحن مرة ورح نعرض خلال الأسابيع المقبلة شغلة كتير مهمة. نحن اكتشفنا أنه ببعض أفلام الكرتون في أفلام إباحية، مشاهد إباحية. والبارح كمان من حوالي يومين ثلاثة جابوا لي مقتطفات لأفلام كرتون بتطلع فيها بشكل بتشوف شيء، إذا بتطلع بشكل آخر بتقرأ رسائل معينة سيئة جدا، ممكن الطفل يعني يقدر يشوفها بهيدا المنظار، يعني كأنه عم يجربوا يزرعوا بعقول الأطفال أمور تانية أنت بتشوفها بتعني ما بتعني لك، بس إذا هني قدروا اكتشفوا مثل ما بيقولوا ما بين السطور بتكون بتشكل خطر. ما في شك في كثير رسائل ممكن تجي، يمكن شكل البنت بيكون هالقد كامل بيرفكت، حتى الصبايا بيحبوا كمان يقلدون وهن بيكونوا كرتون، يعني ما في شيء بريء بالنهايه، في رساله عم تجي لهالاطفال والشباب الصغار للاسف من وراهم. فانا بتمنى انه يكون في يعرضون على ناس مختصين قبل لحتى يحطوا ريتنج اذا ملائم ولا لا، ويمكن ما يكون ملائم هيك شيء. مثلا هذه الحلقه يمكن ما كان لازم تعرض، لانه فيها الاطفال، في بعض الاطفال كثير عندهم استعداد انه يفهموا غلط، وهذا للاسف صار، وهذه مأساة. انا بدي اتشكر دكتور عويني، شكرا على حضورك. في الاسبوع الماضي اثرنا موضوع الاعتداء او التطاول على المقدسات الدينيه، وبداناها بفيلم لمخرج سوري شاب استعمل فيها مقدسات دينية وجمعها بمشاهد مثيرة وإباحية وفاضحة إلى درجة الشذوذ. ولكن أثناء عرض تلك المشاهد تطرقنا أيضا إلى بعض ما يعرض ضمن فيلم تنورة مكسي في الصلاة اللبنانية. يبدو أنه اختلط الأمر على البعض، ودمج بعض مشاهد الفيلم للمخرج السوري بأنها مشاهد ضمن فيلم تنورة مكسي، فقامت لقيامة وما عاد قعدت. ولكن عندما تدخل الأب أناتاسيوس معنا في الحلقة، أتاناسيوس عفوا، في الحلقة الماضية، وقال له منتج الفيلم فيلم تنورة مكسي أنه أنت منك حاضر الفيلم، كيف فيك تحكي على فيلم منك حاضره؟ فذهب الأب اليوم إلى السينما وشاهد الفيلم وقال ليتني لم أحضر هذا الفيلم. لماذا؟ سنرى وجها لوجه بين منتج الفيلم وبين رأي الدين، ولأنه لمنتج الفيلم أيضا ولمخرجه رأي آخر مختلف، يقول أن لا شيء مسيء في هذا الفيلم لا للدين ولا للمقدسات. دعونا نرى هذا التقرير، ومن ثم دعونا نبقى مع المواجهة لمعرفة من هو على حق. الماضي ألقينا الضوء على الأعمال الفنية المسيئة لقدسية الأماكن الدينية، والتي يتحمل الجزء الأكبر من مسؤوليتها أصحاب العمل والجهات التي سهلت إنجاز تلك الأعمال بإعطاء تراخيص للتصوير. فيلم تنورة مكسي كان من جملة تلك الأعمال التي أثارت حفيظة الكثيرين بسبب بعض المشاهد الجريئة داخل الكنيسة في الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير.
وفي حين تم الاتفاق على طبع منشور توضيحي واعتذار لكل من جرحت مشاعره الدينية وتسريب معلومات عن مقاطعة بعض الكهنة للفيلم، تبين أن المركز الكاثوليكي للإعلام قد توجه بمراسلات للأمن العام بتاريخ 6 تموز 2011 و8 آب 2011 مطالبا فيها بتعديل بعض المشاهد، لكن لم يجري الالتزام بها. المراسلات تضمنت 5 ملاحظات وردت فيها العبارات التالية: مشاهد توحي ببعض الأفكار الجنسية، تصرفات الإكليروس تمس بهيبة الكنيسة، وحركات جنسية من خلف الزجاج. وما رأيكم بهذا الفستان القصير جداً لسيرين عبد النور في مشهد ضمن مقابر منطقة الغبيري، والذي أثار اعتراض رجال الدين من دار الفتوى، حيث قالوا إنهم فوجئوا بالمشهد لدى عرض مسلسل روبي رغم سماحهم بالتصوير يومها؟ وكيف تحول دير سيدة ميفوق ومدرستها إلى ثكنة عسكرية في مسلسل فرقة ناجعة الله؟ فهل بات مسموحاً استخدام الأماكن الدينية بشتى الطرق تحت لواء خدمة الفن؟ وما أدراك ما هي رسالة ونوعية ذاك الفن؟ إذن معي الليلة وجها لوجه دكتور نصار سمراني. نصار سمراني مدير الشركة المنتجة لفيلم تنورة ماكسي. صحيح. أهلا فيك. نفتالين. معنا أيضا حضرة الأب الأشهر. لحظة. حضرة الأب فادي ثابت، اهلا وسهلا فيك فادي. اهلا فيك، وبسطت انه انت باخر لحظه قررت انك تكون موجود الليله، لانه وتفاجأت انه ما عندك عرض مسرحيتك الليله، ليله سبت. فايضا الاب الذي توجه الى المنتج والمخرج في الاسبوع الماضي بانتقاد، وقالوا له انك لا تستطيع ان تنتقد ما دمت لم تشاهد الفيلم، فذهب خصيصا اليوم الى صالة السينما برفقة عدد من الاباء من مختلف التوجهات، و يعني ما بعرف شو بدي اقول، لمشاهدة الفيلم. الاب أتناسيوس شهوان، كاهن في أبرشية طرابلس للروم الأرثوذكس. نبدأ من عند نصار سمراني اللي قلت لنا انكم خربتوا لنا بيتنا، اثرتوا بشكل سيء على الفيلم، بطل حدا عم بيشوف الفيلم، عم يطلبوا انه ينشال الفيلم من الصلاة، وحملتنا كل المسؤولية انه نحن بالكلمة المعتمدة خربنا لك بيتك. بشو خربنا لك بيتك يا استاذ سمراني؟ بدي بلش بونسوار للكل، بدي بلش بفعل الإيمان. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى. لابس أسود اليوم، رايحة مع أكيد مع الجو. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعبودية واحدة، أنا مسيحي مش على التذكرة. لما كان الفيلم عم ينعمل له جريدينج بألمانيا، توجهت لعند الأمن العام، قلت لهم هيدي لورز عن الفيلم، بتمنى عليكم انكم تشوفوها، اذا بده ينعمل اي سانسور او بده ينعمل اي تعديل، لانه الفيلم اخذ معنا تسجيل 4-5 سنين استنزف كل الاموال، نعمل كل هالسانسورات من هلا وكل هالتغييرات من هلا، لما يجي خالص من برلين بتقارنوا انه نحن كونفورم، وساعتها منطلع، لأنه اي تعديل تالي رح بيتقطع علينا نحن ضرائب زياده ودفع زياده بالعشرة 12,000 يورو. قام الامن العام باللازم، راسل، بعت منه لحاله الفيلم على المركز الكاثوليكي للاعلام، رد لي انه في مشكله مع المركز الكاثوليكي للاعلام، توجهت لعند بير عبدو بوكاسم، عطانا ورقة. حضرة اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني المحترم، تحية مقرونة بالاحترام، تباعا لرأينا المرسل إليكم تاريخ 26 تموز 2011 رقم 55/2011،
وبعد المشاورات مع أصحاب العلاقة طلبنا منهم إجراء ما يلي. أولا تحضير كتيب يوزع مع الفيلم يشرح بعض المشاهد التي هي من نسج الخيال، تعديل المشهد الإباحي الذي يدل، وحذف صوت أجراس الكنيسة التي ترافق بعض الإيحاءات الجنسية، كانوا هينين كتير. كما نفيدكم بأنه لحضرة اللواء عباس إبراهيم. نعم. سؤال مش هون، السؤال أنه هني طلبوا بهالحذف مظبوط، بس الأساس ليش أنتوا حاطينه هلأ بالموسيقى؟ يعني هو في مشهد واحد، في مشهد واحد هذا فيلم شو بيهدف الفيلم؟ مظبوط. لا نحن بعت اللو ريز كوبي اوف ذا فيلم وبعده موجود وحضروه وبعده موجود بالامن العام، لانه بتعرف ابونا قبل ما نحن نعمل الهاي ريز ونحدد التايم لاين نعمل لو ريز تنعمل 4K سكان بالمانيا. ركز معي، انا اليوم نحن مش هدفنا الاساءه لك أكيد. ولا الهدف اساءه اكيد لكي. وقال ما كنت اطلع تستوني معك على السماع. الله يخليك. بس انا اليوم المتطولون على الدين. انا لست متطول طيب. على الدين بس لما انسان يحط صوت اجراس مع امور اباحيه الموسيقى التطاول. عاده بيرفادي بيعرف هو معي ولك تطاول يا استاذ. الموسيقى بيحط الموسيقى على السكريبت مش على التصوير، يعني بيرفادي بيعرف بعدين بتتعدل الموسيقى. ما هي الفكره اساسا، يعني الفيلم في فكر. يعني هلا كمان عم بيقولوا لي انه جو بعيد سكر خطه، انا عارف انه يسكر خطه يعني لهلا دق لي لاي ايه وقال لك بده يسكر خطه؟ لا دق لي انه هو مسافر وحكي مسافر بعد اربع ساعات مش هلا، هو على اساس بده يكون معنا على الخط. اليوم في فكر موضوع خطا، يعني خليني انا احكي قبل ما نترك للاباء يعطوا رايهم. مش مشكله. في فكر خطا، في صوره خطا معطيه عن منطقه معينه، في فكرة خطأ معطية عن بنات وصبايا ينتمون إلى طائفة معينة، في فكرة خطأ أنه في ناس عم بتموت بالضاحية الجنوبية والقصف ماشي والاستشهاد ماشي بالقصف على المنطقة الضاحية الجنوبية، وبنات عم بيرقصوا ويحتفلوا ودعارة وعلاقات جنسية بمناطق مسيحية بجزين. طيب بغض النظر هلا قيل لك سؤال، لحظه عم بقول لك من الاخر أوكي. قيل انه هول القوات اللبنانيه خي ورا هيدي الحمله لانه القوات اللبنانيه عاملينهم زعران بهيدا الفيلم هني وراها. انا بغض النظر لا لنا علاقه لا من قريب ولا من بعيد بهذا ولا نحن ولا اصلا جاي على القوات او لاي حزب. انا جاي عم بحكي بموضوع اليوم، لماذا يعني ليش هالفكره كنتوا حابين توصلوها للراي العام اللبناني والعربي؟ لكن تحبين توصلوا انه خي هذا المجتمع بلبنان هو هيك، يعني الشيز دعارة خوارني بينغرموا وبيعملوا علاقات مش خوارني شماس استعمال الكنيسة لأمور معينة. طيب يعني انا اليوم عم بحكي هاي الجملة بدي احكيها وبعدين بدي اترككم انتو أوكي. تحكوا مع بعضكم بس فسر لي قبل ليش بعدتوا رسائل وموافقات والقصة أصلا مش بتتحمل مسؤولية، يعني أنت بتتحمل جزء من المسؤولية قدام المسؤولية اللي بتتحملها القيمين على الكنيسة بالإذن منك أبونا ومن إذن منك أبونا. لما تفتحوا ديورتكم وكنيسكم ومعابدكم ومؤسساتكم وكل شيء بيرجع لكم لتصوير كليبات ولتصوير أفلام سينما وللرقص وخوري من جسمكم بيروح يمثل كمان ضمن المسلسل، ما بقى فيكم تلوموا الناس بتقول لكم عم تتطاول على مقدساتكم. يعني انا اللي بدي اتوجه فيه لكم قبل ما اتوجه لهول الاشخاص. تفضلوا الحديث لكم. هاتك هيجي مع اثنين اكيد اكيد اعلانات بتتصور بالكنايس. يعني انا يعني احترم جدا واشيد واقدر الطائفه يعني الاسلاميه بكل طوائفها. لما تظهر مشهد قدام جامع قدام مسجد له علاقة بشيخ له علاقة بمسب الدين بتشوف انتفضوا حتى لدرجة تحليل الدم وهدر الدم. نحن عندنا مباحة يا أخي أكيد. مباحة الأمور بشكل أنه مين ما بده تعا خير قوس بعمول بورنو بالكنيسة بعض $2000 جيبوا عملوا سكني لا لا ما فينا ما فينا ما فينا نروح ورايح الشواز توني الشواز ما فينا ناخده قاعدة. أنا مش شي اللي بدي أحكي فيه. أول شيء أنه نحن أولاد الشرق ومش صدفة كلمة شرق، كلمة شرق يعني كلمة النور. حلو. مش صدفة انه المسيح تجسد بالشرق. مصر. المسيح تجسد بالشرق حتى يكون هو نور لهالعالم. فنحن ما فينا ناخذ قباحة الغرب ونجي نحطها عنا بالشرق. برافو. وهذا هو الشيء اللي نحن عم نشوفه للأسف بهالمجتمعات يلي نحن عم يستوردوها وعم يجيبوها من برا. نعم. هلا بالنسبة للفيلم يلي نحن موجودين فيه اليوم يلي انا ما بحسده ولا بحسد جو،
على الوضع يلي هني ولا هدفنا فيه. ولا هدفنا. انا حكيني هلا جو بس قلت له انه انا بحبك كثير فوتونا ببعضنا قلت له انا بحبك كثير وبحترمك كثير انما تزعل الناس محكمه ما خلى يعني انما رح تحكي رح تحكي عندك الوقت لو بدي الغي الفقرات الباقيه انا اللي قلته انه بدها تزعل الناس تزعل انما ما يزعل يسوع المسيح وهذا هو المبدا اللي من المفروض نحن انه نفكر بس فيه بس يسوع كل الرسل والانبياء 100% بكل الاديان يعني انا اليوم لا اتكلم مسيحيا اتكلم مسيحيا واسلاميا انا لما انا اتكلم مسيحيا لانه هالشيء هذا جونز تيري جونز بده يحرق القران الكريم انا الوحيد اللي استضفته الاعلام العربي يمكن او في العربيه يمكن استضفته وهجمته اشرس هجوم لدرجه انه يمكن لاول مره كنت قليل الادب بمكان ما أوكي. يعني انا دفاعا عن كل المقدسات الادينيه 100% هلا نحن اول شيء خلينا نحكي بالجرس كلمه نعم. جرس شو معنى جرس في بس يا ابونا انا اتناسيوس ما عم تزبط معي برشا وين بس انه عم تاشر لي بايدك تفضل اول شيء سلام المسيح يكون بالكل بس بدي اقول كلمه وبرجع بيرف حدي بكمل انا اليوم حملوني ناس مسلمين من شيوخ وعلمانيين وقالوا لي هالكلمه ما يسيء الى الكنيسه يسيء الى الجامع وما يسيء الى الجامع أكيد. يسيء الى الكنيسه نعم نحن من ضمن يعني انا طلبوا مني انه كمان مسنون ونحن من ضمن صوتنا لصوتهم وصوتهم لصوتنا فبس حبيت اقول هالكلمه وبيرفادي تفضل انا اللي بدي اقوله انه الفيلم من تركيبته من اول لحظه لاخر لحظه في منه ظابط اول شيء نحن لما بنحكي عن الجرس واهميه الجرس بالنسبه لنا نحن المسيحيين هل موجوده بعدها الجرس طبعا موجوده بعدها الجرس موجوده بعدها بالفيلم طبعا لا خليني احكي انا إيه اكيد اكيد بالمشهد الجرس. اللي طلبوا منا حذفه بعدها موجوده حضرتك مطلع ابونا على اللي وين طلبوا منا حذف الجرس بس يجي دوري بيحكي ما بدي اطش اوكي فيه. اوكي الجرس هو بيجي مع هارون يلي كان يفوت على قدس الاقداس كان يلبس ثياب وهالثياب فيهن جرس علامة أنه ربنا يكون مستعد أنه يستقبله لهارون فإذا في وجود الله بهالمكان هذا يلي نحن عم ندخل عليه هالمكان هذا اللي هو وجود الله عم نشوف نحن أنه هالمكان هذا عم بيصفي مكان بالمشهد أو الدقيقة 10:23 لدقيقة 10:27 يعني 4 دقائق منشوف فيه انه صبايا مش نمعين وعم يحكوا شو مكان هيدي بتقلها انت مبارح كنتي مع الشاب الفلاني هيدي بتقلها انت عملتي كلهم هيك كلهم ابونا اكيد وانا ما شفت حدا وانا ما شفت ميلت حدا ميلت اليمين وقدام وورا انا ما شفت سمراني نحن ما عم نحكي شو باقي بالفيلم عم نحكي شو هدفكم من انكم تعملوا اساسا هيك فيلم بالكنيسة بدك تقلي يعني انا ما عم بحكي الرقابي والامن العام شو منعولك بس الموجود انت يعني ليش حاطط وحده بالكنيسه ماشي كلام الجوهري وعم تعمل كولونا ما بعرف شو عم تعمل انه هيدا المشهد انه طيب هيدا المشهد بعيد يعني انه شو بده يوصل للراي العام ستيفن سبيلبرغ عصره يعني انه شو بده يوصل للعالم فكره يخبرنا عم بيوصل للعالم انه بالكنيسه لازم تصلوا ما لازم تعملوا مثل هيك هيك بيوصلها اكيد هيك بيوصلها بس جو بعيد يعمل هالشيء مع ديانه اخرى ما خصنا بديانه اخرى ما خصك بديانه اخرى نحن مسيحيون ملتزمون مسيحيا ما دخلنا غير ديانه مين قال لك انك انت بتمثلني انا ما بمثل انت وجو عيد بس بهالطريقه هيدي اللي انت قلتها مين انتم بدكم تعطونا دروس بالمسيحيه مش عم نعطي دروس لما يروح جو بعيد على يبقى يتفضل يروح يصلي بهالطريقه هو يبلش بالصلاه مش طالبين منه نحن نظرات هو مش طالبين منه شيء بهالطريقه يلي انتم مصورينها بدهم يعلمونا كمان بهالطريقه يلي انتم مصورينها رحت على الجامع شو لازم تعمل هن كلهم مخرجين واحد كل ما واحد بده يعمل بلبله حول اسمه ويعمل لي من حاله قصه يا بفوت لك الاشارات الماسونيه يا بفوت لك الجوامع والمساجد والرموز الاسلاميه والكاريكاتير والكاريكاتير نادين لبكي فوتت الغنم على 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 المسجد والجامع انا شخصيا حلو عن الرموز الدينيه انا لما عرضتها وطلبوا مني تعهد غير بواسطه كتاب من عند حضره الكنيسه ما بدي غير انا انتمي مش بالتغيير مشكلتي ليش من ليش نعمله المشكله كانوا يقولوا لي الفيلم كله ما بيمرق ليه من الاساس انعملوا دكتور نحن هلا بالوجود بيرفادي بس ابونا لانه اليوم بيرشاوين حاطينه باستوديو الثاني اليوم لا انا بدي اقول صار من اهل البيت تسلم يعني تسلم
لا انا بدي اقول كلمه بالملخص يعني كمان بدي اقول ستريت تو ذا بوينت. انا رحت اليوم حضرت الفيلم نعم، ولو ما كرمال عيون توني خليفه عم بقولها على الهواء ما ببقى ثلاث دقائق بالفيلم. طيب هيدا مش رايه لبير كميل مبارك. لحظه فرضو. يلي قال لي لا يمص بالدوغم دو لا كريتيانتي ولا يمص بالكنيسه المسيحيه المارونيه ولا يمص بالعقيده المسيحيه. طيب اسمع بير مبارك شو قال له لبير شوين. لحظه فينا نتصل فيه على الهواء. نتصل فيه على الهواء ما عندي مشكله. فرضو لحظه بس حضرتك تحكي انا بسمع. بس انا احكي اسمعني. تفضل. اول شيء انا بهيدا الموضوع ما راح اتوجه بالحديث لدكتور سمره، انا راح اتوجه بالحديث عم بحكي ككاهن الى فخامه الرئيس ميشيل سليمان. هلا بهاللحظه بطلب منه بكل محبه هلا بهاللحظه بيعطي امر بيوقف الفيلم هلا، وانا مستعد اطلع لعنده واحضر انا وياه الفيلم اذا هو الرئيس بيقبل هالفيلم وهالاساءه الشنيعه واللي بتجرح وبتسيء للمسيحيين بكل قدساتها يمشي الفيلم. انا اكيد انه هو لما راح يشوفه راح كثير يزعل وهو راح ياخذ قرار بهذا الموضوع. انا بطالبه وبطالبه باسم كثير من المسيحيين وباسم كثير من المسلمين هلا يا فخامه الرئيس بتوقف الفيلم، لانه هيدا اسوا فيلم بيسيء للمسيحيين والمسلمين. الفيلم كله بيتعرض للقدسات. اهم صلاه عندنا يا جماعه صلاه الابانه. هل مسموح يقعد يصلي الابانه قدام مرة لابسة مايو نايمة على ظهرة إجريها نحو الكاهن؟ هل مسموح الشماس يكون حامل كاس الإربان وصلاة الكلام الجوهري ماشي بالكنيسة ووراء صلاة رقصات إيحائية؟ هل مسموح بقلب الدير علاقة جنسية؟ يا عمي أنتوا شو عم تعملوا؟ هل مسموح أنه الكاميرا تنتقل من غرفة إزاز رجال ومرأة عم بناموا مع بعضهم وراها الكنيسة؟ يا فخامة الرئيس أنا بوجه لك هالدعوة لإلك. في شغلة أكثر أبونا، بس كمان لفخامة الرئيس، لأنه هيدي فيها إساءة لكل واحد منا. مش مزبوط أنه لما كان في أخواننا بالوطن من كل الطوائف عم بيموتوا بمناطقهم تحت القصف كنا نحن قاعدين عم نضحك وعم نعمل دعارة. مش هيدا المجتمع المسيحي بلبنان. إذا جو بعيد هيك بيفكر فيروح يعيش غير بلبنان، نحن ما بنفكر هيك. نحن كنا عم نبكي معهم، كنا عم بموت معهم، كنا عم بنصلي لهم، كنا فتحين بيوتنا لهم تيقعدوا ببيوتنا، ما كنا عم بنمارس دعارة كل خمس دقايق وكانت الكنائس تحديدا عم تستقبلهم، ما كنا احنا عم بنمارس دعارة وبناتنا فيلتي على بائعات هوا لأنه هو حابب يبيع هوا على طريقته. بعدين طيب. بعدين برضو بتفوت هلا على اليوتيوب رح ترد لحظة رد. بتفوت على اليوتيوب هلا بهاللحظة بتفوت على اليوتيوب بتحط تنورة ماكسي ببلش البرومو يا عيب الشوم ولك استحوا بقى ببلش البرومو بدق جرس كنيسة بينفتح الباب بتفوت مرة بترقص تونتاسيون قدام الكاهن هيدي كنيسة يا فخامة الرئيس بهاللحظة تاخد قرار هالفيلم بيوقف بالسينمايات. هيدا جرح للبنان، جرح للمسيحية، جرح للإسلام. ما منقبل ولا يمكن لا مساومة ولا شيء. ما منقبل. انهنا بما فيه الكفاية هالأسبوع، ما في حدا حضره إلا ما فعلا بعتذر على الكلمة لعية نفسه. يعني القدسات ما احترمتوها، لا الكنائس احترمتوها، لا الأديار احترمتوها، لا الإكليريكية احترمتوها، لا جرس الكنيسة احترمتوه. إذا بتريدوا حلوا عن كنايسنا وحلوا عن المساجد. لبنان ما بيقدر يتحمل هالأمور. يا فخامة الرئيس ما بترد على حدا، نحن عم نطالبك بهاللحظة بتمسك التليفون بتوقف الفيلم وبتسأل ليش هالفيلم انسمح انه ينعرض على التلفزيونات على السينمايات. ما بقى بدي ناقش مع دكتور سمراني، ما بهمني رأيه، انت جرحت الكنيسة. لحظة بس أبونا سيدي، بهني لبنان الديمقراطية. قبل هني شو الديمقراطية؟ صفل الديمقراطية وصفل الديمقراطية. اتطرح حضرته على اشياء فنية في، اذا حضرته ما بيعرف بالاخراج مش مشكلتي. لما بيكون في عندك اسم قسم من الفيلم واقعي واسم خيالي. واقعي شو؟ في اسم شو واقعي وفي اسم خيالي. بنات جزين عاهرات يا عمي. لا مين قال هيك؟ شو لا؟ مين قال هيك؟ ما صورتوا لنا اياهم بألف وضع. شو لا؟
مين قال هيك؟ مش من المسيحية كانوا عم يدبكوا ويرقصوا على موت اخوانهم بالوطن يا عمي بالضاحية الجنوبية. لا يا خي لا ما صار ايش هيك. لا ما قال لي اول لا شيء من العكس فوت كل المواضيع ببعضها. خليني بلش عليه دينيا لانه ما كان التقييم للفيلم. خلينا نوقف بس مع فاصل صغير, بعد الفاصل بنرجع مع رد كامل معنا ابونا عبدو ابو قسم, حتى بير مبارك اذا بحب يتلفن, جو بعيد اذا بحب يتلفن, اي حدا بحب يتلفن عنده وجهه نظر يا اخي كذبونا كذبونا. يمكن نحن ناس مش ديمقراطيين مثل ما عم بيقول, لانه الديمقراطيه بكره بيطلع لي كمان حدا من هون الناس اللي بيعتبروا حالهم علمانيين, يعني اللي دائما انه ايه انه فيكم تسبوا بالدين سارت اللي بدكم. وقفه اعلانيه بنرجع بعدها. شد استاذ الرياضه اذن ابنه مرافق الصحناوي فرد المرافق بقطع اذن الاستاذ. نانسي عجرم ترد من خلال للنشر على اتهامها بشراء المعجبين على تويتر والفيسبوك. نعود لمتابعة للنشر, وهذه الفقرة اللي هي محط سجال كتير كبير ومحط جدل كتير كبير, وعم بيجينا كتير اتصالات وناس حابين يعملوا مداخلات, بس كمان في عندك كان عم توضح وجهة نظر معينة. استاذ سمراني تفضل فيك التابعه. بالنسبة اول شيء لأبونا شهوان. نعم. بالنسبة لأبونا شهوان بدي أقول له لما كان المخرج, وأنا مش عم دافع عن وجهة نظر المخرج طبيعي. مين كاتب السيناريو؟ جو بعيد. جو بعيد. لأنه هيدي قصة أمه وبيو. بيو اللي كان عم بيعمل شدياء كان أنسيان سيميناريست بقلب دير غزير, وقيع القصة شافها هو وعاشها هو وخبرها 100 مرة على الصحافة. واللي كانوا عم بيمارسوا الجنس شو بيقربوا؟ ما بعرف. البنات اللي كانت عم بتمارس الجنس بالضيعة شو بتقربوا؟ فيك تسألوا بس أنا بالكنيسة أنا باللي أنا بالشق اللي طلب مني من الأمن العام من وضع بروشيرات تتفسر كل المعاني وتفسر كل الاشياء اللي موجودة, وحتى يلي طلبهم مني بير كميل مبارك من بعد ما عمل حرم عليه للفيلم لانه ما كان حاضر, وعمل حرم احترازي انا بفهمه فيه. لما تلفنت له قال لي انا مش حاضره بس عم بلحق الامور اذا في مجال تجي لعندي. طلعت لعنده نهار التلاتة حضرته ياه, وبعدها قال لي انه هيدا فيلم لا يمس بشي بالكنيسة, ونصايحه موجودين بخط ايده عندي اياهم هون انه نشرح الفيلم, نعمل بريس كونفرنس عملناها ونعدل بروشورات ونحطها على هيدا تنشرح السيرياليزم والخياليه ببعض المناظر الدينيه يلي اضطرت للتجربه بالاذن, يلي اضطرت للتجربه يلي هي ما بتصير التجربه الا باقدس الاماكن, لانه لما بتكون بمكان مش مقدس بيكون الشيطان عامل شغلته. وكل هيدول المشاهد التجربة لما صارت مع المسيح ما صارت يعني هلا نحن مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الابونا عبدو ابو قسم. تفضل ابونا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. يعني انا عم تبعكم هلا حديثا لانه كنت بواجب عائلي, لكن بحب انا اوضح وجهة النظر. تفضل. إذا كان نذكر أنه هالفيلم مر على المركز الكاثوليكي للإعلام, أنا جتني مذكرة من الأمن العام. صحيح. بشهر تموز. نعم صحيح. 2011 يعني كان بعت لي إياه الله يرحمه اللواء جزيني, وعدت أنا رديت بمذكرتي ب 26 تموز 2011 للحدث لواء عباس إبراهيم, وأجوا لعندي دكتور سمراني وحكيت انا وياه, قلت له هالفيلم بده يعمل لك مشكله لانه قريت السيناريو وشفت الفيلم في مشاهد اذا ما فهموها العالم بتسيء للكهنوت وتسيء للكنيسه وتسيء لرجال الدين وتسيء لكل المسيحيين. انا اقترح عليكم تعديل هالمشاهد هيدي, مثلا بعد ما خلصت الفيلم كل شيء بيمت بالكنيسة بالكهنوت بالجراس بالعذراء, يا أخي هودي شيلون. نحن ما قلنا بالسيناريو يلي هو بخص الـ يعني التمثيل خارج الكنيسة, لكن أنا كمان رأيي كان أنه لازم شيء يعود عن شيء. عملت مذكرة خطية طلبت منهم أنهم يعملوا التعديلات, وتسألت الأسئلة يلي سألوها الأباء الأجلة أنه كيف مثلا بيجي كاهن
أصيل بيجي بيعمل حفلة الإكليل. مزبوط. يعني بيمثل حفلة الإكليل. هذه سألتها أنا من يعني كل شيء مدون وكيف صار بهالمكان اللي صار فيه، وإنه لازم يكون في يظهروا الفيلم من دون ما يسيئوا لهالأمكنة هذه. ورجعت بعت كتاب تاني استلحاقا بثماني آب، قلت لهم إنه نحن إذا كان هالفيلم بده يمشي ملاحظاتنا ككنيسة هني هودي، وبطلب إجراء التعديلات ويرجع نشوف الفيلم قبل ما ينعرض. صحيح. هذا كل شيء مدون بكتاب. شفتوه قبل ما انعرض؟ أبونا شهوان مبارح مرق صوبي و شفتوه للفيلم قبل ما انعرض أبونا؟ نعم. شفتوه للفيلم قبل ما انعرض؟ هلا حديثا لا. شفته مبارح يعني جاب لي دكتور سمراني. ايه. وأنا في لجنة بيناتهم بونفادي، بونفادي دكتور بالمسرح بالسينما ناقد سينمائي، بعثت له الفيلم، بعثت له كمان آباء تانيين باللجنة معنا، لأن عم يعطونا ملاحظات كنت نشوف كيف ممكن إنه يعني نتعاطى مع هالفيلم بشكل موضوعي. طيب. مش بشكل بقول لك أنا كمان قلت له الدكتور سمراني إنه إجاني كتير اتصالات ضاغطة عم تطالب كيف هالفيلم معروض. كان بهالوقت هو شاف بيركامين مبارك، لأنه كان بيركامين عامل حركة بمناهضة هالفيلم وقال الملاحظات اللي قال له إياها، لكن نحن رأينا هو هذا وحذرنا منه قبل يعني كان قبل ما ينعرض الفيلم بتموز. قلت له انتبهوا لهالقضايا هودي. هلأ نحن كيف منراقب مع الأمن العام تيكون هالشي واضح للجميع؟ نحن منراقب مع الأمن العام إشياء. اولا هني بيراقبوا بالسيناريو اذا في شيء بمس بامن الدوله، ونحن بنراقب اذا في شيء بمس بالعقيده. هالفيلم بالعقيده مش دقيق بالعقيده، لكن بالشكل بالمشاهد المحطوطه اذا ما انفهمت بمحلها تسيء، وانا كتبها تسيء الى الكليروس والكنيسه ولا كل هذا الخطا اللي وقعوا فيه. بقى هلا كيف بده يصير التصحيح؟ هذا الواقع يعني هذا عدا الاشياء اللي انا سمعتها كمان وشفتها بالفيلم. المظاهر فيها نوع بيظهروا انه الميليشيات المسيحيه مخدرات وجنس ودعاره، ويمكن سمعت انه اهل بكاسين قايمين لقيامه واهل جزين انه نحن مش جونا هذا ومش بناتنا هودي. يعني هذا نحن ما لنا علاقه فيه، هذا بيختص بالامن العام اللبناني. لا انتوا لكم علاقه فيه ابونا، كيف ما لك علاقه فيه؟ لا كيف ما لك علاقه فيه؟ لا بالشكل وبالمضمون وكيف ما لك علاقه فيه؟ هيدي طيفتك وهيدي هودي ولادك وهودي بناتك وهيدا شرفك وهيدي عيالك، كيف ما لك علاقه فيه؟ انتبه انا مش عم بقول لك موافق علي انه الكنيسه هي حجار بس وجرس. لا يا طوني الكنيسه بشر والجامع بشر وكله بشر، شو ما لي علاقه فيه؟ شو هيدي الشغلات انا مش عم بقول لك انا معها. انتبه انا قلت لك ما في شيء بيعود عن شيء، اذا انتبهت لكلامي ما في شيء بيعود عن شيء، لكن نحن بهذا الموضوع قلنا لهم انه الملاحظات للاسف ما مرق الفيلم علينا قبل ما ينعرض. لو مرق اكيد كنا لا اتحمل مسؤوليه عدم مروره. طيب. لانه اول مره مرق اوكي. انا بدي اتشكر حضرتك. انا كمان بتشكر كثير على مدير المركز الكاثوليكي للاعلام عبدو. بس كمان في معي السينمائي الاستاذ شوقي متى حابب يعمل مداخله، بس خليني رح تحكي خيي رح تحكي، بس بدي منك استاذ شوقي باختصار لانه الوقت كثير دهمنا وما بدنا من كل بد. اول شيء استاذ طوني حضرتك حضرت الفيلم شيء؟ بغض النظر. لا حضرته ولا لا؟ بغض النظر. ما عم بتناقر كأنك شايفه. بغض النظر شايفه للفيلم؟ نعم شايف أكيد. مشاهد مش متصل بس بتصور الفيلم. انا شايف مشاهد من الفيلم لاني انا كنت خارج لبنان. بس انا بتصور عندي ثقه كبيره بالناس اللي شافوا الفيلم، منهم الاب فادي تابت ومنهم بير شهوان ومنهم كثير ناس قالوا لنا ما قدرنا نقعد اكثر من 10 دقائق نص ساعه بالفيلم لانه وجعتنا معدتنا قد ما عصبنا نحن وعم نحكي. منهم الناس عظيم وجهه نظر هيدي. نعم. اول شيء بدي اقول شغله، يسوع منه بحاجه لحدا يدافع عنه، هو بدافع عن حاله. هي وين نعم. الأمن العام لما بوافق على هاي أول شيء من هون مبلش غلط، لأنه يسوع الوحيد اللي مدافع عن حاله. أستاذ شوقي صلبوه مدافع عن حاله، واعتقلوه مدافع عن حاله، عزبوه مدافع عن حاله. هو دافع عن حاله لما هو بيدافع عني بس ما بيدافع عن حاله. هو بيدافع عني وعنك ما بيدافع عن حاله.
اوكي اوكي هلا انا قلت رايي وحضرتك قلت رايك. الامن العام بس يوافق على سيناريو ما بقول حدا له دخل فيه لما بوافق عليه على عرضه، بوافق على السيناريو بالاول. نحن مش هيدا، نحن مش هيدا موضوعنا. خليك معي انا لحظه معي. لحظه يا استاذ ما خلينا خلينا بالموضوع. أنا موضوعي منو إذا وافق الأمن العام وليش وافق، أنا موضوعي ليش جو بعيد حب يوصل هذه الفكرة بهذا الشكل المشوه عن شريحة كبيرة لبنانية اختصرها بعاهرات وبدعارة. ما و... مشان هيك حضرتك ما حضرت الفيلم يا استاذ سول، لو حضرته ما بتقول هيك. حضرتك حضرته؟ اكيد مشاهد معلش حضرتك حضرته؟ انا كنت موجود يعني. طيب ما... شو فهمت من الفيلم استاذ ماتو؟ هذا الفيلم هالمخرج زلمه عنده كيف بدي اقول لك، عامل شغلات فانتزي ما اذي الكنيسه. هاي بلا اذي الكنيسه واحد... لا انا برايك بس معلش ما انا هيدا رايك لانه راي رئيس المكتب الكاثوليكي للاعلام هذا الفيلم قال على الهواء بير شهوان. لحظه اذا بتريد لا يمس بالعقيده بلا بمس بالعقيده انا ما فرقاني معي من كل الباقي اللي بينقال. لا لا المهم لا لا روح شوي. هذا الفيلم لا يمس بالعقيده المسيحيه. هذا الفيلم يمس والاب عبد بوكسم. هذا الفيلم يمس بالعقيده الكاثوليكي للاعلام حيثما انا انت لحظه شوي اذا وانا انسان ماروني ملتزم تابع لها المكتب تابع تحت مسؤوليته. لما بيقول هذا الكلام انا بكون وصلت لا لا ابونا عبدو باقي ما تبقى فن. وصلت فكرتك. انا بدي اتشكرك على المداخله بير تيبي. اوكي انا بالمركز الكاثوليكي للاعلام ابونا عبدو سلمني امر هالفيلم هيدا حتى نشوفه. اكيد انه هالفيلم هيدا ما بيمرق وهالفيلم هيدا بمس بعقيدتنا المسيحيه. هيدا الفيلم بمس بعقيدتنا المسيحيه. هيدا الفيلم بيشوه مسيحنا. يا بير عبدو غلطان يا بير كميل غلطان. المهم انه انتم مش غلطانين. لا ما هن بعدين بير كميل بيقول ما بده وهلا بير عبدو على الهوا معك على التليفون قال لا يمت لا يدق بالعقيده المسيحيه. الكنيسه هي مقدسه لمن انا بقلب الكنيسه. الكنيسه ليست المكان والزمان بل هي كل انسان يجتمعون باسم الله. الكنيسه مقدسه لمن جو ابو عيد يجتمعان لمن جو ابو عيد بده يعمل. انا مهندس كمبيوتر. لما جو ابو عيد بده يعمل انه امه وبيو تلاقوا مع بعض ومصافي عليه قبل ذوقه لجو ابو عيد. ما تقاضونا انه انا عم قاضي الفيلم. ما تقاضونا نص ضد الكنيسه. بهمني يا ابونا انه ما تقاضيني انا ضد الكنيسه. حضرتك خوري واحد ضد اثنين اخوارني عم بيقولوا قدام العالم لا يتعرض للعقيدة المسيحية. يعني أنا زلمي مش هين كنيستي. كيف مش هين كنيستك لما مرة نايمي؟ هلا هيك فهمت أنه بير أبي كاس بير عبدو أبو كاسم هيك لا فينا نعيد المكالمة وقال أنه قلنا لا هيك فهمت؟ ما بدأ بالعقيدة مش يلي اللي قاله أبونا أبو كاسم نحن بالمركز الكاثوليكي للإعلام. هلا الأبونا تسرع. نحن بالمركز الأبونا تسرع. الأبونا عطيني حق رح نعمل مؤتمر صحفي. نعم وبهالمؤتمر الصحفي أكيد نحن بدنا نطلب بتوقيف الفيلم. هلأ الأبونا طالب من فخامة الرئيس هلأ أنه يتوقف الفيلم. بس نحن بالمركز الكاثوليكي أكيد نحن لا نوافق على هذا الفيلم. ما منوافق عليه لا أصلا ما في سيناريو. الفيلم كله سوا مؤلف من أكثر ماكسيموم 500 كلمة. ما في حوار يا أبونا ولو حضرتك مخرج. ما في سيناريو. في سيناريو في ما هو في اسم سيناريو في عندك وحوار صدد علم إخراج كلمة. وأنا زلمة مهندس كمبيوتر كوميونيكيشن إنجينيرينج من أصل 500 كلمة. حضرتك في عندك مخرج في سيناريو حوار مش بدي موجود. منك بس يعني مثل ما بيقولوا يعني الطلب يعني نحن جينا وما قدرنا نحكي. بس الملخص يلي بدي اقوله انه هيدا الفيلم ما بيمرق. هيدا الفيلم مش ممكن انه يتابع بهالطريقه هاي. نحن ما بدنا ناذيه ما بدنا ناذيه. نحن ما بدي انما نحن ما بدي انا ما بدي كنيستي. انا طلبي الانصاف من الكنيسه التي انا عرضت عليها الفيلم وطلبت مني تعديل اشياء انا مستعد ومتعهد عليهم بالامن العام اني اعملهم وعملتهم وتصرفتهم. وبالتالي لما رجعت قدمت رخصة العرض للأمن العام لما لقاهم معدلين وشاف المنشورات اللي مطبوعة. نعم. وشاف البريس شو طلبك طلبي الإنصاف. أنا إنصاف بشو؟ بشغلتين. أول شيء نحن مش المتاجرة بالدين. نعم هيدي بالنسبة إلك وأنا بفهم الموضوع وإنك ضويت عليه وبتشكرك. ورقم اثنين طلبي إنه يبقى الفيلم عادي لأنه أنا شخصيا لو كانوا قبل بثلاث أشهر
لما كنت عم بعمل المونتاج طلب مني هالشيء كنت بير شوين. شو طلبك؟ انا بدي ضم صوتي لبير فادي وبدي نعم. اشكره حقيقه على تمييز الدقيق اللي عنده اياه. طبعا هالفيلم ما بيمرق، وانا بدي اقول كلمه، شو يعني عقيده يا جماعه؟ اول شيء هيدا الفيلم عم بينعرض على كل اللبنانيين. بدي باختصار باختصار المعروف، العقيده هي اللقاء مع الرب، العقيده هي يسوع المسيح، والفيلم اساء الى الرب يسوع المسيح. وين؟ نعم انا مع بيرفادي. نعم. هذا وين؟ الفيلم بيوقف. وين؟ طيب انا رح اقول لك، انا رح انهي اللقاء. حضرته انا رح انهي اللقاء. انا رح انهي اللقاء. حضرته ابونا مجوز. رح انهي اللقاء، رح انهي اللقاء برساله وصلتني هلا. بتحفظ على ذكر اسمه مرسلة، بيقول تطرقت إلى كل المواضيع باستثناء الموضوع الأهم في الموضوع، أن من قام بهذا العمل هو يلعب على تناقضات الخلافات الكنسية يعني وانتماءات السياسي، يعني اختلافات السياسي داخل الكنيسة واختلافات الكنيسة، والهدف الأساسي منه هو تقسيم الكنيسة. يعني رسالة من شخص، طبعا شخص رهيب، مش ممكن شخص واحد. مش ممكن يعني نحترم رأيه. أنا علي وزن في مجال، بس نهينا كلمة. نهينا كل واحد طلبه. أنا بدي أتشكرك بيرفادي، بدي أتشكرك، عندي بعض فقرة ما بدي ألغيها، جايين ناس من عكار. كلمة واحدة. جو بعيد حب يكتب قصة أمه وبيه، ما بدها هالقد تعظيم. سألتك سؤال، العاهرات بالفيلم شو بيقربوا لجورج؟ تسأل جو بعيد، بس أنا بعرف من هالميلة. جاوبني على هذا السؤال بيرزا شوين، أنا بدي أتشكرك. ما هو التالي؟ شد أستاذ الرياضة أذن ابنة مرافق الصحناوي، فرد المرافق بقطع أذن الأستاذ. نانسي عجرم ترد من خلال للنشر على اتهامها بشراء المعجبين على تويتر والفيسبوك. نتابع للنشر ونجدد تحية إلى كل مشاهدينا. وصلنا إلى فقرة وموضوع أيضا هز الرأي العام خلال الأسبوع الماضي وتداولته الصحافة، وكل يعني أخذ الموضوع إلى حيث يريد. القضية هي بكل بساطة حسب ما ورد إلينا، يعني الحقيقة طبعا القضاء هو اللي بيظهرها، أنه أستاذ رياضة في مدرسة زهرة الإحسان يقال أنه عاتب إحدى تلميذاته وأمسكها في أذنها، فأتى أبوها إلى المدرسة وهو مرافق إحدى الشخصيات وقطع له أذنه. ما هي الحقيقة؟ سنعرف بعد هذا التقرير. قطعت أذن الأستاذ إلي فرح بعدما أشبع ضربا ببوكسات حديدية داخل حرم مدرسة زهرة الإحسان على مرأى الأساتذة والتلامذة. المعتدون كانوا 4، أما السبب فيعود إلى أن الأستاذ المستهدف كان قد منع ابنة أحدهم من المشاركة في نشاط رياضي مدرسي لأنها لا ترتدي الزي المطلوب. احنا من تلفزيون جديد. نعم. في مجال نحكي مع المديرة؟ لا ليه؟ ما ينعم مين عليه؟ اصبت ترجع لعقلة خاصة. فنحن بدنا نحكي عن قصة الأستاذ اللي أنا ما فيني أقول لك، ما فيني أخذك بالشيء، ممنوع. ما فينا نحكي معه على قليلة؟ فيك تحكيه على التليفون أو شيء؟ ولا ممكن. بس أنا بحكي معه كلمة بس. ولا ممكن. كان هذا كل ذنبه، لكن رأس الوالد الباديغارد لم يحمله، فقرر مع رفاقه تأديب الأستاذ على طريقته. الحكم العادل يقضي بإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين لردعهم ربما عن قطع أذن أخرى. بيسعدني اني رحب بهذه الفقره، معي تضاعوا الاسماء من عندي. الاستاذ نعمي محفوظ نائب المعلمين بلبنان، نائب المعلمين في لبنان أنتوان. والاستاذ أنتوان طوبية محامي. مين
محامي الموقوفين المدة عليهم اللي نحن بموضوع الحلقه لا ولا لا بس هودي بس هودي بس ها. طيب اليوم في شغلتين، الشغله الاولى حضرتك في شغله كثير اهميه مهمه، يعني اليوم زوج اسم انطوان صحناوي في هذا الموضوع وجربوا يربطوها بامور سابقه. يبدو ان الحقيقه لا علاقه له أبداً في هذا الموضوع أبداً لا من قريب ولا من ابدا بعيد. ابدا مثل بقيه الملفات بحطوا اسماء كبيره لحتى يكبروا ويضخموا. شغله مالش هي الحقيقه شو؟ هي الحقيقه انه الشخص الموقوف اللي انا نعم محامي بدق له مرته بتقول له البنت اجت على البيت وبقى على السنة ما فيها تحكي. نعم. بياخذ تليفون بيحكي مع البنت بتقول له انه استاذ الرياضه شحطني. نعم. من الصف لقطني بالقميص وقال له اطلعي على الاوتوكار ما فيك تنزلي، في عليك 50,000 ليره مش دافعها بيك. نعم. هذا برفقه اثنين من اصحابه. برفقه اثنين من اصحابه اللي هن ايه؟ توقفوا. نعم. بكفي كان صار حد اوتيل جو بيطلع بيوصل على المدرسه بيقول لهم انتظروني بالسياره، بينزل بدق للاستاذ بينزل بيظهر الاستاذ لبرا خارج حرم المدرسه. نعم. بيضربوا بالكف عن غير قصد بتشارعوا بصير في شريعه بتضرب دينته بالبوابه. نعم. بتضرب دينته بالبوابه بتنخزق القرقوشه. بينزلوا اثنين البقيه من السياره بيشيلوه لحتى ما تتطور المشكله وبحطوه طيب بالسياره وبفلوا. انا بدي بس راي صغير لانك بدي اقول لك شو رح نعمل، رح ناخذ راي النائب ايه؟ نوقف لانه في عنا التزام بالوقت تخطيناه وراح نكمل التسجيل وبنعرضها بنعرض الفقره كامله بالاسبوع المقبل. رايك السريع بس ردا على ما قاله الاستاذ توبيا سيستوني ما بعرف ما بعرف اذا فيني اقول رايي السريع يعني لا ما رح نرجع نعيد الموضوع كامل ماشي ماشي نعم. اولا انا بدي اقول انه لا يعقل يتم اقتحام مؤسسات تربوية. أنا رأيي اللي بقي بهالبلد قليل نعم. بعضه محترم من ضمن المؤسسات التربوية. لا يعقل يتم اقتحام مؤسسة تربوية من قبل بلطجية ويتم الاعتداء على أستاذ، ورغم أنه أنا برأيي نحن كنا عارف تعلمي هذا أستاذ غير مذنب بس نعم. بدي افترض الأستاذ مذنب. علاقة الأهالي مع الإدارة ومش كل واحد بياخد حقه بإيده، في قانون بهالبلد ونحن كلنا تحت سقف القانون. نحن كنا عارف معلمين يجب إعادة الاعتبار لهذا الأستاذ، يجب إعادة الاعتبار للمؤسسة نعم. التربوية. طيب. نحن نحترم القضاء اللبناني بين رأي أن ما أن الاعتداء تم خارج حرم المدرسة لا والأستاذ لا لا لا. ما في شهود وبين في شهود. وبين أنه أصبح داخل حرم داخل المدرسة ولا يجوز الاعتداء وتم جره للأستاذ لحتى يحطوه بطربون نعم. السيارة ومنعوه البعض لا. رح نوقف عند هذه التفاصيل لحظة بس. هذه التفاصيل بحذافيرها راح نشوفها بالحلقة المقبلة لأنه هلأ راح نتابع التسجيل تحت الهواء كل التفاصيل وببداية الحلقة المقبلة. خدنا وجهتين رأي عام لا بس أنا عم أقول نحن جايين لنعرض وجهة نظر رح ناخد وجهة النظر. خلونا هلأ أنا بدي أتشكركم على المتابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.